هنتكلم بإذن الله النهاردة على حاجتين، على البامبنج ليما للريجولر لانجوج، وعلى الدي اف اي مينيمايزيشن. اوكي، طيب كنا هنا قبل كده بلانجوج لما كنا بنتعامل مع الديسيجن اند كلوجر بروبرتيز، كنا نهينا ل ممكن هو بلاش فيديو، بلاش فيديو فهمت. افتح المايك او حضرتك اقفلي من الموبايل وادخلي من اللابتوب او ادخلي من البي سي العادي. ماشي، اوكي يا فندم. طيب اكمل. اتكلمنا قبل كده يا جماعه على مثال ليه نون ريجولار لانجوج، علشان كنت اثبت ان هبقى نون ريجولار ليه، علشان لو هعمل دي اف اي له او ان اف اي له هحتاج عدد لا نهائي من الستيتس، وده غير متاح في الريجولار لانجوجز او في الاوتوماتا. لو حضرتك هتعمل دي اف اي او ان اف اي لازم يبقى عدد الستيتس فاينايت عند حضرتك، انما لو حضرتك محتاج عدد لا نهائي من الستيتس يبقى بالتالي ما ينفعش اعمل ان اف اي او دي اف اي. فهندرس الكلام ده مع بعض. المثال الاولاني يا جماعة هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن المثال ده language ال فيها عدد من الأصفار وراها عدد من الوحايد، حيث إن عدد الأصفار يساوي عدد الوحايد يساوي n، والn ده إيه؟ قيمة أكبر من أو يساوي صفر، يعني ممكن تبقى صفر، ممكن تبقى واحد، ممكن تبقى اتنين، and so on. أوكي؟ طيب المثال ده إحنا قلنا قبل كده إن غالبا ال language اللي بحتاج فيها أميمورايز value counter value علشان أحقق balance ما بين حاجتين يبقوا نفس القيمة، غالبا دي ما بتبقاش regular language، علشان خاطر ال DFA ما فيهوش مكان يخزن فيه قيمة ال counter ده. طيب تعالى نشوف by contradiction كده، تعالى نقول ان احنا هنقدر نعمل دي اف ايه لللانجوج ال. احنا المفروض نثبت ان هو نوت ريجولر. ممكن نقفل المايكات يا جماعة. المفروض نثبت ان هو نوت ريجولر، وبالتالي ما ينفعش اعمله دي اف ايه. فباي كونتراديكشن هفرض العكس، ان يوجد دي اف ايه لللانجوج ال. الحالة ديت عايزين نروح نمشي مع الفرضية ديت ونثبت إن الفرضية دي غلط. طيب تعال نشوف الكلام ده إزاي. فبقول دلوقتي دكتور، نعم دكتور حضرتك سامعني؟ هو انا بس معلش عايز اعرف احنا المفروض هنعمل ايه، عشان انا عندي مشكلة في النت والداخلة من على الموبايل. يعني إيه المفروض هنعمل إيه؟ بنشرح المحاضرة يا فندم. لا ما انا فاهمة ايه احنا عايزين نثبت، يعني احنا عندنا نون ريجرال اكسبريشن او عايزين نجيب لها الدي اف اي بتاعتها. انا عايزة افهم يعني احنا هنعمل ايه في المحاضرة. مش فاهم فين حضرتك بتسأل على مين بالظبط، على السؤال ده يعني. يعني احنا نعمل ايه عشان انا لسه مضغوط الوقت عندي. المفروض حضرتك احنا دلوقتي هنثبت ان اللانجوج دي مش ريجولر. تمام. اوكي، ده اللي احنا بنحاول نثبته. هنثبته ازاي؟ باي كونتراديكشن. مش ريجولر يعني مفيش دي اف اي تقدر تعملها. انا هفرض ان في دي اف اي عندي هتقدر تعملها، تمام. وامشي مع الفرضيه ديت لحد ما اثبت ان الفرضيه دي كانت غلط. يبقى اذا ما ينفعش يوجد دي اف اي لها، يبقى اذا هي مش ريجولر. اوكي تمام.
ادي الدي اف ايه يا جماعة اللي احنا فرضنا ان هو موجود لللانجوج ال، هيتكون من ان ستيت. هفرض ان يوجد عدد ان ستيتس للدي اف ايه ده، اقدر اكسبت بيه كل الوردز اللي موجودة في اللانجوج ال. فايه اللي يحصل لما يبقى فيه انبوت يحصل له run؟ احنا قلنا دلوقتي ان هنا يوجد ان ستيتس، مثلا هنا somehow كان في الباث ده كده عدد ان من الستيتس. ايه رأي حضراتكم لو موجود، يعني معنى كده ان 0 to the n وراها 1 to the n بتنتمي لللانجوج وبتروح للاكسبتنج ستيت. ايه رأي حضراتكم لو عندي n زائد واحد، n زائد واحد المفروض علشان خاطر التعريف اهوت لازم القيمتين يبقوا قد بعض سواء عدد الاصفار او عدد الوحيد. لو حققت القاعدة ديت المفروض الوورد تنتمي لمين؟ لللانجوج. يبقى اذا برضو المفروض القيمة دي هتنتمي لللانجوج. طب خلينا دلوقتي نقول ان احنا عندنا 4 اكواب وعندنا 4 كور، فبنقول ماشي 4 كور، ادي كرة هنا وادي كرة هنا وادي كرة هنا وادي كرة هنا، لما اوزعهم كل كرة هتبقى موجودة فين؟ في كاس، وهو ده البيست كيس عندي. طب لو عندي عدد من الكور اكتر من عدد الاكواب ايه اللي هيحصل؟ اتليست حضرتك هتلاقي كوب ما زي ده يحتوي على كورتين، صح؟ فده اسمه بنجن هول برينسيبل. بقول دلوقتي هنا انا فرضت ان انا موجود عندي كام ستيت يا جماعة؟ ان ستيت. ودلوقتي موجود عندي كام صفر في الورد الجديدة؟ ان زائد عدد واحد n زائد واحد او عدد n زائد i، حيث ان ال i ده قيمة اكبر من الصفر. فاذا يوجد على الاقل ستيت حضرتك زرتها مرتين، حلو كده، علشان عدد الستيتس ثابتة. ازاي امرر عليهم عدد من الاصفار اكبر من n؟ اكيد في مكان رحت مرتين، حلو الكلام، زي هنا كده، اكيد في مكان رحت مرتين. لو في مكان رحت مرتين يبقى اذا دلوقتي لو احنا قلنا ان دي كلها عبارة عن 0 to the n ودي كلها عبارة عن 1 to the n، عشان كده لما كنت اخدت الباث ده استقبلت 0 to the n وراها 1 to the n وقلنا ما فيهاش مشكلة. تعال بقى ناخد الباص الجميل التاني ده، بقول لحضرتك دلوقتي ايه رأي سيادتك لو خدت الباص ده، لا اللون ده مش واضح، ايه رأي سيادتك لو خدت الباص ده كده معايا كام إيه؟ كام زيرو؟ ان زيرو تو ذا ان وراها صفر، بقى زيرو تو ذا ان زائد واحد وراها كده. يبقى إذن العدد الجديد هيبقى عبارة عن 0 to the n زائد 1 وراها 1 to the n اللي هي دي، والمفروض أنا رحت فين؟ للأكسبتنج ستيت أهو، وصلت. المفروض القيمة دي تنتمي لللانجوج، صح ولا لأ؟ تمام. لأ مش تمام. على حسب الـ DFA اللي موجود اللي أنا رسمه القيمة دي هتنتمي لللانجوج عشان هتنتهي بأكسبتنج ستيت، في حين ان حضرتك اخليت بشرط من الشروط اللي موجوده ان عدد الاصفار لا تساوي عدد الوحيد. ازاي حضرتك تقول انها تنتمي لللانجوج؟ يبقى الفرضيه بتاع حضرتك غلط. هو ده الاثبات بتاعي. يبقى دلوقتي بقول ان انا لو عندي عدد انبوت عدد n زائد واحد صفر وراء n زائد واحد من الوحيد هعمل ايه؟
المفروض ام يأكسبت الاكس ديت علشان خاطر هي بتنتمي لللانجوج ديفينيشن اللي موجود قبل كده، وبما ان عدد الستيتس اللي موجود عندي هي عبارة عن ان ستيت وانا عندي عدد من الاصفار اكبر منها، يبقى اذا انا هريفيزيت على الاقل مكان من الاماكن ديت، وبالتالي الشكل بتاعي هيبقى عبارة عن ايه؟ هيبقى عبارة عن كده. في حاجة انا هعمل ريفيزيت لها، لو قلت دلوقتي ان انا هريفيزيت لها علشان خاطر عدد الستيتس اللي موجودة عندي ثابتة وما بتتغيرش، يبقى اذا ممكن حضرتك تاخد الشورت باث ده المفروض تاكسبت بيه، والباث ده كمان تاكسبت بيه، وتلف مرتين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة، وبعدين تاخد الباص ده كمان تأكسبت بيه. هتلاحظ إن في إخلال ما بين عدد الأصفار وما بين عدد الوحايد، عددهم غير متساوي. يبقى إذن دلوقتي المفروض الدي إف إيه ده لا يلبي رغباتك، ومستحيل تعمل دي إف إيه للكلام ده. وده إحنا بس بنتكلم على البنجن هول برينسيبل. يبقى إذن دلوقتي الشكل ده انا عملت له حاجة هتريفيزيت اجين، وبالتالي لو احنا قلنا ان دي كلها مثلا عدد ان زائد واحد من الاصفار، ودي عدد ان زائد واحد من الوحيد مثلا، لو انا اخدت الباث الجميل ده عشان ما هي زال حاجة الصوت بيقطع يا فندم. إني زائد واحد من الوحيد ده جت إزاي؟ يعني ده هو مش على طول. ماشي، بس انا بتكلم دلوقتي ادي اللي انت ادي الورد اللي انا عايز اشتغل عليها. فرضت ان الحاجه اللي بالاحمر دي اللي انا بعملها دلوقتي دي هي اللي هتستقبل لي عدد الاصفار، والجزء اللي تحت ده اللي هيستقبل لي عدد الوحيد بتاعها. يبقى اذا دلوقتي يا جماعه لو انا اخدت المسار الصغير ده من بره بره، هيبقى عندي عدد من الاصفار لا يساوي ان زائد واحد، عشان زي ما سيادتكم شايفين كده انا سبت 3 اصفار، وراها عدد من الوحايد يساوي ان زائد واحد. يبقى اذا عدد الوحايد وعدد الاصفار غير متساويين، يبقى اذا الدي اف ايه مش هتلبي رغباتي، علشان هي بتكونتين لوب، واللوب ديت ممكن اخد على قد ما انا عايز منها. هتلاقي ان الورد اللي المفروض تاكسبت المفروض بره اللانجوج بتاعتي، ماشي زي ما انا شفتها. ممكن امشي فيها، ممكن اتخطاها من بره بره، او ممكن امشي فيها عدد معين من المرات وارجع اكمل. هتلاحظ ان البالانس ما بين عدد الاصفار لا يساوي البالانس ما بين عدد الوحدات. اوكي، يبقى احنا اثبتنا ان اللانجوجز اللي بتحتاج كاونتر زي كده بيبقى موجود جواها لوب، واللوب ده هو الشرط الاساسي علشان اقول ان الوورد الجديده لا تنتمي لللانجوج، يبقى اللانجوج ديت ما ينفعش اعمل لها دي اف ايه، يبقى اللانجوج دي مش ريجولر. اذا دلوقتي قال خلاص هنروح نعمل نقول حاجه اسمها بامبنج ليما. بامبنج ليما ده قاعده قالها اخترعوها علشان خاطر اثبت ان اللانجوج ريجولر. قال لك خلاص بص يا باشا، احنا اللانجوج بتاعتنا عباره عن ايه؟ زي ما حضرتك شفت من شويه اهيت، عباره عن ايه؟ عباره عن جزء ثابت اهوت، جزء ثابت وراه جزء بيتكرر في لوب، وراه كمان جزء ثابت. فإذا قال لك خلاص احنا دلوقتي هنقول ان اي لانجوج عندنا عبارة عن ايه، اقدر او اي وورد عندنا جوه اللانجوج اقدر اقسمها ل3 حاجات، يو وده الجزء الثابت الاولاني، دبليو في الاخر وده الجزء الثابت الثاني، وفي في النص اقدر اكرره عدد اي من المرات. اوكي، يبقى اذا انا بقول دلوقتي هي عبارة عن يو وراها في وراها دبليو، يبقى اذا ده اليو وده الفي وده الدبليو. انا بادئ هنا من الستارتنج ستيت
المفروض هنا انتهي بالاكسبتنج ستيت. ايه اللي يحصل بقى دلوقتي؟ قال لك بص، البامينج لما بتقول for every regular language L there exists a number N، يوجد رقم N، الرقم ده رقم طبيعي أكبر من صفر، such that every string Z in L، كل وورد موجودة عندي تنتمي ل L أقدر أقسمها لثلاث أماكن، لثلاث أجزاء U و V و W. يبقى قسمتها لثلاث أجزاء، حيث إن الجزء الأولاني ما بيتكررش اللي هو الإيه؟ الـ U. الجزء الثاني الأخير سوري ما بيتكررش. أمال إيه الجزء اللي بيتكرر يا جماعة؟ قال لك الجزء اللي بيتكرر هو عبارة عن مين؟ الـ V. حيث إن الـ V ده ما دام هيتكرر لازم يبقى اللينس بتاعه أكبر من قيمة، مش هينفع أكرر حاجة إمتي. يبقى لازم اللينس بتاع الـ V أكبر من أو يساوي واحد، واللينس بتاع الـ U والـ V على بعض أقل من أو يساوي الـ N اللي أنا لسه قايل عليه من شوية. طب الـ N ده بكام؟ المفروض تدرسه على جميع الأرقام الممكنة، يعني عدد لا نهائي من القيم. طيب المفروض أعمل إيه بقى دلوقتي؟ ما دام أنا قلت إن الـ U V W تنتمي للـ language، ويوجد هنا تكرار زي ما حضرتك شايف بالنسبة لجزء الـ V، يبقى دلوقتي U V خدتها مرتين وراها W تنتمي للـ language، عشان برضو هتوديني للـ accepting state. وكمان U، تعال ناخد لون تاني، U V هاخدها أربع مرات أو خمس مرات أو ست مرات أو سبع مرات وراها W توديني للـ accepting state. يبقى إذا دلوقتي يا جماعة بقول لو U V W بتنتمي للـ language، يبقى إذا U V to the power of I وراها W تنتمي كمان للـ language. طب الـ I ده بكام بقى؟ إن شاء الله عدد مرات التكرار اللي حضرتك هتتكرر فيها الجزئية اللي بتتكرر دي، اللي بتعمل لها pump، عشان كده سموه pumping lemma، pump بضخ عدد كوبيز من الـ V لعدد I، I ده أكبر من أو يساوي صفر. ممكن حضرتك initially من الأول ما تروحش ولا قيمة، يبقى دلوقتي الـ I بصفر، أو حضرتك تعمل إيه؟ تروح تقول U هاخد قيمة واحدة أو اتنين أو تلاتة أو أربعة أو خمسة أو أي قيمة أكبر من صفر وراها W وهوصل للـ accepting state. يبقى إذا بقول لحضرتك لجميع قيم الـ N، الـ N دي أكبر من صفر، شوف بقى حضرتك عايز كام قيمة، أكيد infinity. لو قدرت أقسم كل وورد، وأنا افرض أنا عندي ووردز كتير جدا، يبقى لازم أدرسها على كل الووردز، لتلات أجزاء U و V و W، حيث إن اللينس بتاع U V أقل من أو يساوي N، واللينس بتاع V at least one position. لو كررت ال V عدد I من المرات حيث إن ال I ده أكبر من أو يساوي صفر، يبقى برضو عايز أكرر ال I عدد لا نهائي من المرات. المفروض علشان اقول ان اللانجوج دي ريجولر، الورد الجديده بعد ما عملت لها تكرار تنتمي لللانجوج. يبقى القاعده دي يا جماعه، قال لك احنا عملنا القاعده دي عشان نثبت ان اللانجوج ريجولر، بس تطبيقها بالشكل ده مستحيل يتطبق. علشان اثبت ان اللانجوج ريجولر، انا محتاج اعمل ايه؟ أنا محتاج أمشي على جميع قيم الـ N اللي هي ممكن الـ N ديت أكبر من صفر، اللي هي ممكن تبقى عدد لا نهائي من مرات. محتاج أروح لكل الـ words. طب افرض الـ language بتاعتي infinite، يبقى محتاج أدرس عدد لا نهائي من الـ words، ومحتاج أشوف لما أنا أتكرر جزء الـ V عدد I من المرات، الـ I ده أكبر من أو يساوي صفر، يبقى برضو عدد لا نهائي من المرات. يعني محتاج عدد لا نهائي من الكيسز عشان اثبت ان اللانجوج ريجولر. علشان كده قال لك البامبنج ليما مش مفيده في اثبات ان اللانجوج ريجولر. امال هي مفيده في ايه؟ قال لك مفيده في العكس. ايه العكس بقى دلوقتي؟ العكس دلوقتي انها مفيده في اثبات ان اللانجوج نون ريجولر. ازاي بقى دكتور؟ نعم دكتور، هو ليه اليو دبليو الاثنين مع بعض اقل من الان؟ دي القاعده بتاعتهم اللي هم حطوها،
الان دي اساسا ايه؟ وحضرتك عارفه الان دي ايه اساسا؟ اللي هي عدد الستيتس لا الان دي او اي عدد المرات اللي قيم، بروح ان فيها دي للان. اي هي قيمه اليو اكبر في مطروح. مش اليو دبليو صح يا دكتور؟ نعم لا اليو دبليو يو في لا يو في يا فندم. يو في. طب خليني اقول لكم ازاي بستخدمها علشان اثبت انها نون ريجولر. هثبت ان اللانجوج بتاعتي نون ريجولر ازاي يا شباب؟ باني اروح لللانجوج بتاعتي ديت واوجد وورد تنتمي لللانجوج. سهل قوي ان انا اروح لللانجوج بتاعتي واجيب وورد تنتمي لللانجوج، والوورد ديت هقسمها لثلاث حاجات، يو باشمهندسة دعاء بقت معانا اهي، وفي ودبليو. هقسمها لثلاث اماكن حيث ان برضو اليو والفي اقل من ان او اقل من او يساوي ان، والفي at least one. طب طيب يعني ايه ان بقى؟ ال ان دي حاجه اسمها بامبنج ليما كونستانت، ممكن تبقى اي قيمه من القيم ال natural اكبر من صفر. طيب انا دلوقتي قسمت الورد بتاعتي لثلاث يو وفي وايه ودبليو. الورد بتاعتي خلينا اقول عليها زد. عايز بقى اعمل بامب، احنا اتفقنا ان الجزئيه اللي في النص ديت هي اللي بتعمل لها بامب، فاروح اجيب النيو وورد اللي هي عباره عن يو في تو ذا باور اوف اي وراها دبليو، واقول حيث ان الاي ده قيمه اكبر من او يساوي صفر، واثبت ان النيو وورد دي لا تنتمي لللانجوج. يبقى اذا اللانجوج دي مش ريجولر بكل بساطة. يبقى دلوقتي البامبنج ليما دي يا جماعة أقدر أستخدمها عشان أثبت النون ريجولاريتي بكاونتر كيس واحدة. يبقى دلوقتي علشان أستخدمها عشان أثبت إن اللانجوج ريجولار محتاج عدد لا نهائي من الكيسز، وأنا مستحيل أعمل الكلام ده. فبالتالي هم طلعوها علشان أستفيد بيها وأثبت إن اللانجوج بتاعتي مش ريجولار. إزاي؟ بإن بروح أجيب وورد بتنتمي لللانجوج واقسمها لثلاث اماكن زي ما انا لسه قايل، حيث ان المكان ده هو اللي بيعمل له بعمل له بامب اجين اند اجين، واروح اعمل له بامب عدد معين من المرات اختارها بمزاجي، الاي ده اي قيمه اكبر من او يساوي صفر، بحيث ان الورد الجديده الاقيها لا تنتمي لللانجوج. يبقى اذا ازاي الورد القديمه بتنتمي لللانجوج والجديده لا تنتمي لللانجوج، والاثنين ممكن يتعمل لهم الاقي لهم باث من على الدي اف اي؟ يبقى حضرتك اللانجوج ديت ايه؟ نون ريجولار يا جماعه. اوكي في مشاكل اكمل بقى؟ طيب اوكي دكتور، بس لو تسمح انا بعت طلب ريكوردنج لو حضرتك ممكن تقبله بس او تديني اكسس. ما هو انا بريكورد فحضرتك مش هينفع تريكورد. اوكي تمام ماشي. هتعملي ريكورد ازاي؟ هتجيبي برنامج ريكورد، اي برنامج صغنون تريكورد السكرين. تمام ماشي اوكي، مش تنفع اعمل لها ريكورد. اوكي تمام ماشي ماشي. طيب يبقى اذا انا بستخدم الكلام ده علشان اثبت انها نون ريجولار، وقلت الطريقه هو هنا هيكتبها تاني فمش شرط. فتعال ناخد امثله. قال لك بص المثال او الاثبات، بدل ما تثبته بسيمبلز ممكن حضرتك تعملها اكنها جيم ما بين دونالد وما واحد اسمه دونالد يعني وما بين حضرتك، بحيث ان كل واحد يعمل حاجه يفشل يخلي التاني يفشل بيها، او بحيث هو اللي يكسب والتاني اللي يخسر. فدونالد ممكن يقول لك ايه؟ انا هختار قيمه الان، ما هو الان دي ممكن تبقى اي قيمه. انا اقول له خلاص انا هطلع الوورد اللي انا هقول انها تنتمي لللانجوج. دونالد يقول خلاص انا هقسمها لك. اقول له خلاص انا هختار قيمه اي معينه اريبيت فيها الفي عدد معين من المرات، بحيث الوورد الجديده لا تنتمي من لا تنتمي لللانجوج، وبالتالي انا اكسب. يعني انا عايز امشي في سبيل ان انا اثبت انها
نون ريجولار يا جماعة. إنما دونالد عايز يمشي في سبيل إنه يثبتها إنها ريجولار، بس دونالد ده طريق طويل قوي، يعني حتى لو في المرة دي أنا ما قدرتش أكسب هقول له خلاص اللعبة ما انتهتش على كده. يا دونالد نعم المفروض حضرتك تجيب لي جميع الوردز اللي موجودة في الدنيا اللي هي عدد لا نهائي من المرات، يلا نكرر تاني. فيديني هو قيمة الان، اجيب له انا ورد تانية يقسمها لي، اقول له الاي بقى اللي اكرر بيها الفي عدد معين من المرات اهيت، وبالتالي الورد الجديدة لا تنتمي لللانجوج وبالتالي انا اللي هكسب. يبقى اذن يا جماعة اللعبة دي او الاثبات ده بالشكل ده انا بدور على كاونتر كيس عشان اثبت انها ايه ريجولار نون ريجولار، انها مش ريجولار يا جماعه. اوكي، انما لو همشي في سبيل ان انا اثبتها انها ريجولار مش هينفع استخدم لها بام لما، علشان انا عايز عدد لا نهائي من الكيسز ادرسها والكلام ده مش طبيعي، مش هيحصل يعني. فتعال ناخد مثال يا جماعه، المثال لللانجوج اللي كانت قدامنا. طيب الورد اللي بتنتمي هنا، ما حضرتك تقول لي قيمة ان بكام؟ انا دلوقتي عايز احدد بالانس ما بين عدد الزيروز وعدد الون، حيث ان العدد ده ان اكبر من او يساوي صفر، اختار ان بكام؟ ممكن اختار ان بثلاثة مثلا. فالورد الجديدة او الورد اللي المفروض تنتمي لللانجوج هي عبارة عن ايه؟ ثلاث اصفار وراها ثلاث وحايد، ودي بتنتمي لللانجوج. طيب خلاص حضرتك قسمها لي، اقول لك حاضر هقسمها لك. ايه رأي حضرتك اقسم ده يو ودي في وده دبليو؟ ايه ده، هل حضرتك في تقسيمة معينة تقسمها؟ لا، ده انت المفروض تجرب على جميع التقسيمات الممكنة، بس انت بقى خليك ذكي وهات تقسيمة انا عارف ان اللانجوج دي المفروض تطلع نون ريجولار. عشان تطلع نون ريجولار دور على تقسيمه ذكيه شويه. فانا قلت الفي اهو هي عباره عن الصفر ده، طب اختار عدد الاي بكام اللي هكرر بيه؟ ايه رايكم اختار عدد الاي بصفر؟ ليه ان انا اختار الاي بصفر؟ ايوه، ما الاي ده اكبر من او يساوي صفر. اي بصفر يعني ايه؟ يعني انا مش هكررها خالص، هحذفها، هعمل لها باي باس. يبقى اذا النيو وورد بكام يا جماعه؟ بصفرين وراها ثلاث وحايد. هل اللانجوج دي، هل الورد دي بتنتمي لللانجوج يا جماعه ولا لا؟ اسأل نفسك سؤال، هي عشان تنتمي لللانجوج لازم عدد الاصفار تساوي عدد الوحيد. عدد الاصفار هنا بكام؟ اتنين. وعدد الوحايد بكام؟ بتلاتة. يبقى اذا الورد دي لا تنتمي لللانجوج، يبقى اذا هي نون ريجولار. بكل بساطة كيس واحدة كافية ان انا اثبت انها الريجولار. اوكي، طب انا كده رحت مع اي بصفر، طب ايه راي حضرتك لما اروح مع اي باتنين مثلا؟ مع الاي باتنين مثلا هعمل التالي، هروح اقول له ان الورد الجديده هي عباره عن ايه؟ اليو اخدها زي ما هي، يبقى الورد الجديده اليو اخدها زي ما هي اللي هي صفرين دي زي ما هي، والفي دي اكررها مرتين او اعملها مرتين فهيبقى صفر صفر، والدبليو هتبقى زي ما هي واحد واحد واحد. يبقى اذا برضو هنا عدد الاصفار كام؟ أربعة، في حين عدد الوحيد كام؟ ثلاثة. يبقى اللانجوج، يبقى الورد دي لا تنتمي لللانجوج، يبقى برضو هي مش ريجولر. يبقى اثبات ان اي ان لانجوج مش ريجولر ما فيش اسهل من كده. اوكي، باستخدام البامنج ليما. طب احنا هناخد هنا هنقسمها فين الفي؟ الفي اهي فين؟ كانت صفر واحد. لا لا، في المثال اللي هو عند ال n بتساوي الاصفار بتساوي 4، فبقت ال z نيو 4 اصفار و3 وحايد، لما اجي اقسمها بقى تقسم ايه يا فندم؟ ده ال z نيو الورد الجديده، انت حضرتك بتقسمي الورد القديمه اللي بينطبق عليها الشرط بتاع اللانجوج بتاعتك. تمام، وطلعت فيها عدد الاصفار صفرين. لا، عند الاي بيساوي صفر، الفي ديت كاني شلتها، فهتبقى عدد الاصفار باتنين وعدد الوحيد بتلاته، فعشان كده هي مش بتنتمي للغه، عشان كده اللغه مش ريجولر. بعد كده حضرتك الاربع اصفار دول حضرتك لا خليت خلاص. الفي لا لا، انا عملتها على مرتين،
يعني انا اثبتها باثباتين مختلفين، حضرتك هتختاري قيمه واحده وخلاص، يا اي بي اه يا اي بي 2 يا اي بي 3 يا اي بي 4 وخلاص، كيس واحده تمام. كافيه ان حضرتك تثبتي ان الدنيا مش ريجولار بس، انما حضرتك مش هتطبقي تو كيسز يعني. اوكي، تمام. في اسئله اخرى يا جماعه؟ هنا بيعملها اهو، اختار ال n، فجاب الورد الجميلة دي فراح قسمها لده u وده v وده w، وبعد كده قال لك خلاص هكرر ال v مرتين، فراح جاي مكرر ال v ده مرتين هنا اهو، لما كررها مرتين هنا اصبح عدد الاصفار ازيد من عدد الوحيد، عمل pump لمور زيروز، اصبح عدد الاصفار اكبر من عدد الوحيد، وبالتالي الورد الجديدة ديت لا تنتمي لللانجوج، وبالتالي هي مش ريجلر. اوكي، مثال كمان اهوت، الدبليكيت اللي كنا خدناها قبل كده اللي هي عبارة عن 0 to the n وراها 1 وراها 0 to the n وراها 1، عايز اثبت انها مش ريجلر، اثبتها ازاي يا جماعة؟ بكل بساطة اقول له خلاص اختار قيمة للn، يقول لي مثلا الn ب 3، اقول له خلاص يعني الورد اللي حضرتك بتتكلم عليها عدد 3 اصفار وراها 1 وراها 3 اصفار وراها 1، لازم تبقى موجود اللانجوج في الفورم دي. ماشي، يلا نقسمها. ممكن نقسمها، هقول له ادي اليو وادي الفي وادي الدبليو. دبليكيت يعني ايه؟ يعني الجزئيه دي هي هيها بالظبط، الجزئيه دي كررها مرتين، فانا دلوقتي هقول له هبمب عدد الاي بي 3، يعني هحط 3 كوبي من البي، يبقى اذا النيو وورد هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن اليو زي ما هي والفي 3 مرات، ادي مره ادي 2 ادي 3 وراها 1 0 0 0 1 اللي هي الدبليو زي ما هي. لو تلاحظ حضرتك دي عمرها ما تبقى في الشكل بتاع الدبليكيت، لان عدد الاصفار هنا كتير قوي غير عدد الاصفار اللي هنا، يبقى اذا دي لا تنتمي لللانجوج، يبقى اذا اللانجوج ديت مش ريجولار يا جماعه. اوكي، نفس الاستراتيجي، في مشاكل؟ اوكي، هيبدأ هو يجو ثرو المسألة، قسمها اهوت وقال لك هكرر الفيديو مرتين، فإذا البالانس ما عادش محقق، يبقى لا تنتمي لللانجوج. ممكن حضراتكم تجربوها مثلا هنا، تعال اللانجوج ديت ريجولار ولا مش ريجولار؟ مش مهندسة داليا، دكتور ايه رأي حضرتك، ريجولار ولا لا؟ اللانجوج دي بتحتوي على كل الوردز اللي اسمها اكس، حيث ان الاكس ده بتحتوي على نفس العدد من الاصفار، هو نفس العدد من الوحيد. ريجولار ريجولار ولا نوت ريجولار؟ ريجولار ريجولار معنى كده ان في دي اف ايه. لو قلت لك ريجولار وحضرتك هتقولي لي ايوه، تقولي لي خلاص الدي اف ايه اهو بتاعها. لو مش ريجولار يبقى باستخدام البامبنج ليما تقولي لي كاونتر كيس فيها السيناريو بتاع اللي انا لسه قايله من شويه ده موجود، وبالتالي هو مش ريجولار. ايه راي حضرتك هنا لو انا قسمتها لثلاث اماكن اهوت يو وفي ودبليو، حيث ان الفي بتحتوي على اصفار بس، وعملت بامب لمور فيز، كان دلوقتي عدد الاصفار هل هتساوي عدد الوحيد؟ لا، يبقى اذا الكونديشن ده اتكسر، يبقى اذا هي مش ريجولر. اوكي، طيب ناخد المثال اللي بعد. باشمهندسة هبة، تمام اتفضلي يا فندم. اللانجوج ال بتحتوي على كل الوردز اللي فيها عدد الاصفار اكبر من عدد الوحيد، عشان الكاونتر بتاع الاصفار هو ان والكاونتر بتاع الوحيد ام، حيث ان الان اكبر من ام.
ريجولار ولا مش ريجولار؟ مش رجل، جميل. ازاي بقى اثبتيها؟ مش اللي احنا لسه واخدينها، العدد الاصفار لازم تكون تساوي عدد الوحيد عشان تبقى ريجولار، لا طبعا، عشان اللي هي لا بتاعة طبعا، الباب لا دي اللي احنا طبعا، لسه عاملينها. حتى لو عدد الاصفار تساوي عدد الوحيد هي مش ريجولار. احنا هناخد مثلا ان دي هنفرض لها رقم ونقسمها. يعني هتعمليها بمثال يعني. طب اديني المثال. اه المثال ايه؟ طب تحب يبقى عندك كام صفر؟ تلاتة، 3. وعندك كام واحد؟ واحدين، اتنين، 1. استني دلوقتي، 3 اصفار وراها 1 محققة الشرط ده. ايوه خلاص ماشي، نقسمها بقى. قسميها فين هتبقى صفرين، صفر، واحدين. مثلا؟ حضرتك عايزة تعملي ده اليو وده الفي وده الدبليو. طيب يبقى ده الورد في بتاعها حالة ان تنتمي لللانجوج. طب الورد الجديدة فيها الاي بي كام؟ لو فيها الاي بصفر هيبقى فيها عدد الاصفار بيساوي عدد الوحيد. ماشي، الاي بصفر هيبقى الورد الجديدة فيها 0 وراها 1. هنا دلوقتي عدد الاصفار مش تساوي، مش اكبر من عدد الوحيد، يبقى اذا اه الورد ديت مش لا محققة تنتمي للغة. لا تنتمي للغة، يبقى برضه هي نون ريجولار. جميل جدا. تمام. يبقى بكل بساطة لو أنا عندي اخترت الجزء اللي بعمل له بامب يحتوي على أصفار فقط لا غير، وعملت بامب لمور زيروز، يبقى إذن أو شلت الأصفار ديت، يبقى زي ما حضرتك عملتي عدد الأصفار مش أكبر من عدد الوحيد. أو الكيس التانية إن أنا ممكن أعمل أختار الجزء اللي بعمل له بامب يحتوي على عدد وحيد، وأعمل بامب لمور وانز. لو عملت بامب المور وانز، اذا عدد الوحيد ممكن يتخطى عدد الاصفار، يبقى الشرط هنا غير محقق، يبقى هي نون ريجولار. تمام جدا، جميل جدا يا فندم. طيب اللي بعدها، بس مهندسة هند، أيوة. اللي بعدها اللانجوج رقم 3 دي ريجولار ولا مش ريجولار؟ هي ليها نفس العدد 0 و1 وبعدين 1 و1 يعني؟ اللانجوج بتقول انها بتحتوي على اي حاجه اكس، حيث ان الاكس ده same number of 0 1 و 1 1، يعني الصفر واحد والواحد واحد ده موجود متساوي في مرات الابفيل. نون ريجولار. نون ريجولار ليه يا فندم؟ اثبتها لي انها نون ريجولار. ما احنا برضو نفس الطريقة اللي فاتت ممكن نكررهم عدد معين، طيب اديني وورد. 0 و1، 0 و1، 1 و1، 0 1. ها، صفر صفر واحد، واحد 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 كده يعني؟ مثلا. اه لا لا كده، ولا عايزة تزودي حاجة تانية؟ لا خلاص، مش يعني مش 0 1، 0 1، 1 1، 1 1، انهي الصح ده ولا ده؟ سيم نمبر. اه لا قد بعض، لازم قد بعض. ثانية يعني حضرتك ماشية مع الأولانية ديت اللي بالبيربل، ولا حضرتك ماشية مع لا لا، الثانية؟ الثانية الثانية لا لا، الثانية الثانية. الثانية ده الصح اللي أنا أشتغل عليها. اه اه تعال نمشي مع الثانية كده، نعد عدد الزيرو واحد كام مرة؟ أدي مرة، أدي 2، يبقى عدد الزيرو واحد 2. طب تعال نعد بقى عدد الواحد واحد كده كام مرة؟ حضرتك أدي 1 1، أدي 1 1، أدي 1 1، أدي 1 1، 4 مرات. إيه رأي سيادتك؟ يبقى ده غلط. أساسا الحاجة اللي حضرتك بادئة بيها غلط. يبقى المفروض الخطوة رقم 1 يا فندم إني ما تسرعش في إن أحط أي ورد والسلام، لأ ده لازم الورد بتاعتي تبقى فيها البروبرتي اللي انا عايزها، اللي هو قايل عليها، اللي هي دلوقتي عدد الزيرو واحد يساوي عدد الواحد واحد. تعال بقى نشوف اللي على الشمال دي فيها كام زيرو واحد؟ فيها ادي 1 ادي 2، يبقى انت عدد صح. الزيرو واحد ب2. تعال نشوف بقى فيها كام 1 1، ادي 1 1، ادي 1 1، 2. يبقى دي ما فيهاش مشكلة ان انا اشتغل عليها، ده صح. اوكي
انا عاملها جنرال كيس في الحل بتاع المسألة دي في السلايد اللي بعد كده، بس تعالى نحل على الكلام ده. يلا يا فندم، هتقسميها ازاي؟ هتقسميها ازاي يا فندم؟ صفر واحد يبقى اليو، صفر واحد يبقى اليو، صفر واحد اللي بعديه يبقى الفي، وده بيبقى الفي، والأخيرة الدبليو، ودي دبليو. ماشي، والاي بي كام يا فندم؟ الورد الجديدة اللي حضرتك عايزة تقولي لي ان الورد ديت الاي اكبر من الواحد، اختار لها قيمة ثلاثة مثلا. 3 مثلا. يبقى اذا الورد الجديدة بكام؟ صفر واحد صفر واحد صفر واحد واحد صفر واحد صفر واحد، في عدد الاصفار صفر واحد 3 مرات. لسه كمان صفر واحد، لسه كمان صفر واحد، 4 مرات بعدين واحد واحد. وراها واحد واحد. الواحد واحد هنا ظهرت مرتين، وهنا المفروض ظهر 4، يبقى غير متساويين، يبقى الورد دي لا تنتمي لللانجوج، يبقى دي نون ريجولار. تمام، مية مية. باشمهندسة دعاء، حضرتك لقطتي الدنيا دي؟ ايوه لقطتها. طب تقدري تعملي معانا رقم 4؟ هو انا بس عندي سؤال بس وممكن احلها عادي. هو بقى الكرايتيريا في تقسيم اليو والفي والدبليو، هل ليها كرايتيريا معينه ولا انا يعني تراند ايرور، ولا لينا مطلق حريه؟ ليها كرايتيريا معينة. الكرايتيريا المعينة ان اللينس بتاع اليو والفي على بعض اقل من او يساوي ان، حيث ان الان ده البامبنج ليما كونستانت، ممكن يبقى اي قيمة، و الفي ده اتليست وان بوزيشن. ماشي، اليو والفي مع بعض اقل من او يساوي الان. طب والان ده اللي هو اللينس بتاع الدبليو، ممكن يبقى اقل من كده، ممكن يبقى اكبر من كده، فدي اسمها بامبنج ليما كونستانت. ممكن يبقى اي قيمه ناتشرال اكبر من او يساوي صفر، او اكبر من صفر صفر. ماشي، تمام، ماشي. طيب تحل معايا اللي بعدها. تمام، ماشي. طيب قولي لي يا فندم، هي ممكن نخليها صفر واحد واحد صفر، ده المثال بتاعنا. حاولي لما تجيبي وورد خليها كبيرة شوية عشان نعرف نقسمها واحنا مرتاحين. تمام، ماشي، خليها صفر واحد صفر واحد صفر واحد كمان صفر واحد كمان واحد صفر واحد صفر. طيب هسألك سؤال، فيها كام نعم. نانو دي؟ دي فيها صفر واحد اللي هو في الأول، وبعد كده واحد صفر ده تبع التانية، وفي صفر واحد تاني واحد صفر في الآخر. ماشي، انت كده ما وقعتيش في الغلطة. بتنتمي لللانجوج؟ كده بتنتمي لللانجوج. اسميها يا فندم. ممكن ناخد صفر واحد دي اليو. طيب ثواني، الصفر واحد هي اليو، هي كده مش فيها 3 أصفار وتلات وحيد يعني سيم نمبر؟ ماليش دعوة بعدد الأصفار وعدد الوحيد، أنا دلوقتي مهتم بعدد الزيرو واحد والواحد زيرو. ده مثال آخر. بنحل آخر مثال؟ بنحل رقم 4. ماشي خلاص. طيب باشمهندسة دعاء تاني، هنقسم كده، ده اليو مثلا الزيرو واحد ده؟ والزيرو بس هو الفي، الزيرو بس هو الفي، واللي بعد كده هو الدبليو، اللي بعد كده هو الدبليو. الاي بكام اللي هكرر فيها الفي، ويبقى الناتج بتاعي ما بيطبقش عليه القاعده دي، وبالتالي اقول ان هو نون ريجولار. الاي بكام؟ ممكن اخلي الاي ب2 مثلا. مثلا يبقى النيو وورد هتبقى عباره عن اليو زي ما هي 0 1، والاي ب2، الفي تبقى 0 0، والدبليو بعدين 1 0. اقول لحضرتك عدي لي كام صفر واحد؟
هو كده الاصفار 4 والوحيد لا لا 3. مش الاصفار، احنا دلوقتي في نفس المثال بتروحي ليه للمثال 5 تمام ماشي، يعني كام انا لازم زيرو اعد واحد. نفس الباترن، ايوه يا ما فندم يبقاش الوحيد والاصفار احنا في زوجي الطبيعي على وخلاص. نفس المثال طب اوكي ماشي كده، كام زيرو واحد، 0 1 ادي زيرو واحد وصفر واحد كمان يبقى باتنين. ب2. طب عندنا 1 0 ايوه الاول، تمام وعندنا 1 0 كمان، كده متساويين، يبقى كده ريجولر. لا ده كده مش ريجولر، ده كيس من ضمن انفينيت كيسز حضرتك المفروض تمشي بيها. يعني ليه ليه الاي باتنين؟ طب ما تعملي ثلاثة، طب ما تعملي باربعة، طب ما تعملي ما بصفر. نعملها بواحد او نعملها بصفر، لا واحد، لا واحد انت ما غيرتش في القيمة. نعملها بصفر مش تبقى انت اسهل، حتى ماشي نشيل الفي خالص ونرتاح. حاضر نشيل الفي ونرتاح. حاضر يا فندم. يا انت جيتي في الفي يعني، اتفضلي يا لا ما فندم. جيتش والله. 0 1 ايوه 1 1 1 0 0. ها ماشي كده، عندنا 0 1 و 1 0 1 1. شوف هذه كيس تانية اهيت وزي الفل، محققها المساويين. برضه. ها ما هي كده التقسيمة دي، ريجولار اهي. التقسيمة ها دي ممكن كانت تبقى غلط، تجربي تقسيمة تانية. ممكن ناخد اليو صفر مثلا والفي حاضر 1 0. حاضر اليو طب هو انا امتى اعرف ان اللي انا بختاره صح او غلط في التقسيمه؟ ما هو ده اللي انا مش لا ما فاهماه هو انت منك. المفروض تجربي كل التقسيمات الممكنة. ماشي، ممكن اليو تبقى 0 بس، صفر بس الفي تبقى 1 0، الفي تبقى 1 0 واحد بعد صفر كده واحد الدبليو. والدبليو الباقي. ماشي، طيب والجديدة الاي بكام هتقولي اللي هتكرري بيها الفي خلي الاي بصفر مثلا. بصفر مثلا، يبقى لا الجديدة. بصفر مش هنبقى عملنا حاجة، هتبقى 0 1 1 0 خلصان. حاضر يا فندم، فريجيو عايزة قيمة كام يا فندم؟ خليها ب3 مثلا ونشوف 3 كده، مثلا. هنعد بقى حاضر ونعد ونبسط. يبقى زيرو، هتعدي وتبسطي. 1 0 1 0 1 0 وبعديها الدبليو اللي هي 1 1 0. 1 0 عد يا فندم، عد ادي 0 1 صفر تاني. واحد، ادي واحد، ادي 2، ادي 3، ادي 4، ماشي عد ال 1 0 كده. ادي 1 0، ادي 1 2 3 4. ايه ده يعني التقسيمه دي كمان غلط؟ جربي كل التقسيمات دي كلها هتلاقي نفس الكيس دي بتحصل. الله، يبقى الورد دي نفسها برضو مش هتكفيني، ما تيجي اجيب ورد تانية. اللي هو فيه كام ورد دلوقتي؟ عدد الأرقام. الله، ايه ده؟ ده المفروض انا ماشي في طريق اثباتها انها ايه؟ انها ريجولر. ريجلر، صح؟ يبقى المفروض اعرفها عدد لا ده نهائي من ريجولر. المرات. لا يبقى دلوقتي علشان تقول لي انها ريجلر، هو ده لوك لايك يعني انها ريجلر. عشان تثبتها انها ريجلر يبقى مش هينفع بقى الطريقه بتاع بامنج ليم، عشان المفروض هعملها عدد لا نهائي من المرات. يبقى حضرتك تقول لي ايه الدي اف اي بتاعها وخلاص. تعالى ناخدها بقى ستيب باي ستيب. احنا قلنا الاولاني كان مش ريجلر، وادي المثال احنا عملنا مثال شبهه. التاني كان مش ريجولر وعملنا مثال شبهه، والتالت كان مش ريجولر، والغلطة اللي غلطها اهوت في انه حط اللي انا وقعت فيها باشمهندسة هند، حط شكل للسترينج في عدد الزيرو وان اكبر من عدد الوان وان، وبالتالي رحنا بعد كده قلنا له الشكل الصح اهوت اللي الباشمهندسة هند كانت قالته من الاول، واشتغلنا عليه ولقيناها برضو انها مش ريجلر. تعال بقى ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك ما انا قلت لو قلت اليو الفي طبعا هي الصفر او هي الواحد. لو حضرتك تلاحظ ان الصفر واحد والواحد صفر، يعني دلوقتي لو الكيس دي لو انا حذفت الزيرو ده، معنى كده ان انا قللت عدد الواحد زيرو بمقدار واحد، وقللت عدد الزيرو واحد بمقدار واحد. ايه ده؟ ده انت حضرتك لو هتعزف اي حاجه هتلاحظ ان هتقلل العدد ده بمقدار يساوي نفس العدد اللي قلل بيه العدد ده، او هتزود العدد ده بمقدار يساوي نفس العدد اللي زاد بيه العدد ده. لو هتعمل بامب المور زيروز مثلا، مش مور زيروز، مور فاليوز، مش لازم تبقى هي الصفر يعني. طيب
طيب يعني صفر واحد ده هتعمل له بم كذا مرة، فصفر واحد هتلاقيها صفر واحد صفر واحد كده، حضرتك زودت ايه؟ زودت عدد الزيرو واحد بمقدار، والوان زيرو عشان هيبقى في هنا زيرو كمان، يبقى الوان زيرو بمقدار بنفس المقدار يعني. فقال لك خلاص وانت ماشي كده هتلاحظ ان الدنيا مش نافعه معاك، فهتعمل ايه؟ هتروح تعمل لها البامبنج لما بتاعتها لا مش نافع، هتجيب لها الدي اف اي بتاعها، فلوك لايك انها ريجولر. فالدي اف احنا ممكن نخليها 0 1 0 ماشي، نخليها زي ما نخليها، برضو هتلاقي نفس الطريق في الاخر مش عارف تثبت انها نون ريجولر، يبقى هي ماشيه هتبقى نون ريجولر لو 0 1 0. لا يا فندم اديني مثال. واخدت الاي بصفر. حاضر نديني مثال يا فندم. 0 1 0 ثواني كده بس عشان اعمل اريز ونكتب براحتنا. حضرتك الوورد ايه يا فندم؟ 0 1 0 0 1 0. ال 0 1 0 ده في عدد كام؟ 0 1 1 ماشي، هتعمل ايه حضرتك؟ اليو بصفر والفي بواحد. حاضر ادي اليو وادي الفي وادي الدبليو، الاي بي كام يا فندم؟ صفر صفر. حاضر يبقى زد نيو بكام؟ صفر صفر. عدد الزيرو واحد بكام؟ عدد الزيرو واحد بكام يا فندم اللي حصل في النيو باترن الجديد ده؟ مفيش مفيش. عدد الواحد صفر كام يا فندم؟ مفيش مفيش برضه، متساويين برضه مش موجودين خالص. ماشي بس ما زال عددهم زيرو والعدد التاني زيرو، وزيرو يساوي زيرو. ماشي خلاص ماشي. طيب اوكي، طب الشكل بقى بتاع الدي اف اي عشان اثبتها انها موجود لها الكلام ده، فبقول له دلوقتي انا عندي الستيت اللي اسمها كيو زيرو، لو جالي واحد بروح هنا، لو جالي صفر بروح هنا، وهنا وهنا عدد الباترنز يساوي صفر. شوف بقى لو جالك عدد وحايد ورا الواحد ده، هل الباترن اتغير للاثنين؟ ما اتغيرش. فهقول له خلاص جميل جدا، يبقى حتى الان دي ما فيهاش ادنى مشكله. لو جالي انا اخر حاجه ظهر لي هنا واحد، لو جه بعدها صفر يبقى كده ظهر لي واحد زيرو، لو جه بعدها عدد زيروز كتير خالص ما فيش مشكله، بس عدد الزيروز الكتير ده اخر حاجه ظهرت لي وانا واقف في الستيت ديت صفر، يجي لي واحد بقى كمان ارجع اكسبته تاني. يبقى هنا ادي واحد ظهر مره، تلف كمان مره ادي ظهر مرتين، الاثنين ظهروا مرتين. الاثنين ظهروا مرتين ازاي يا دكتور؟ اهو ادي واحد اخر حاجه ظهرت لي هنا الواحد وراها صفر، واخر حاجه ظهرت لي في النقطه دي صفر وراها واحد، فتلاحظ ان الاثنين قد بعض. سواء لو جالك القيمة الأولانية كانت واحد أو القيمة الأولانية كانت صفر من الأول، صفر ويجي بعدها مور زيروز ما فيهاش مشكلة، بس لو جالي واحد لازم يجي بعدها صفر علشان يبقى يحقق نفس العدد. يبقى إذا دلوقتي ده هو عبارة عن الـ دي اف اي لانجويج. يبقى دي كانت ريجولار يا جماعة علشان يوجد لها دي اف اي يعملها. أوكي المثال رقم 5 اكس، حيث ان الاكس بتحتوي على عدد مختلف من الزيروز والوانز، ريجولر ولا مش ريجولر يا جماعه؟ مش ريجولر. مش ريجولر. افرض حضرتك مثلا رحت قلت ان الفي تحتوي على الاصفار، وجيت بامب عملت بامب سامها بحيث ان عدد الاصفار يساوي عدد الوحيد، يبقى اذا كده حضرتك كسرت الرول ديت، يبقى اذا حضرتك مش ريجولر. طيب هو انا اتبعت ايه دلوقتي؟ هاي يا جماعه بتاعت بامب ليما. انا غلطان على فكره. ليه بقى؟ أنا اتبعت كيس واحدة في البامبنج ليما وقلت هروح أثبت بيها النون ريجولاريتي. لا على فكرة البامبنج ليما ما بيثبتش النون ريجولاريتي
100% صح. ازاي يعني؟ ايه الكلام اللي بيتقال ده؟ هو معمول عشان يثبت الريجولاريتي، حلو الكلام، بس قال لك عشان تثبت الريجولاريتي حضرتك محتاج عدد لا نهائي من المرات عشان تثبت عليها ريجولاريتي. قلنا خلاص نستفيد بيها بان احنا نثبت انها نون ريجولار، حلو الكلام. فجيت في مساله زي دي ورحت انا جاي رايح واخد الليب بتاعتي، قفزت القفزه بتاعتي لها، وقلت خلاص انا هقول ان المثال بتاعي اهوت 0 0 1 1 1 دي فيها عدد مختلف من الاصفار والوحيد، وهقول ادي الفي، وهكررها لما الاي يساوي كام؟ 2. فاصبح النيو وورد اهيت 0 0 0 1 1 1. ايه ده؟ القيمه ديت اهيت لا تنتمي لللانجوج عشان فيها عدد الاصفار يساوي عدد الوحيد. بس اصبر بس. البامنج لما يا جماعه طريقه جميله جدا عشان تثبت فيها النون ريجولاريتي، صح؟ لحد ما واحد عبقري يجي يقول لك لا انت غلطان علشان يوجد لها دي اف اي يعملها. مين اللي يكسب بقى دلوقتي؟ الدي اف اي اللي تكسب. يعني ايه؟ يعني لو انت مش عارف تلاقي لها دي اف اي يبقى هتستيل نون ريجولار، حلو الكلام. لحد امتى؟ ما برضو الدنيا بتتغير كل شويه، ممكن واحد يجي يقول لك لا بطريقه ما هخترعها لك هقدر اعمل لك دي اف اي لها. ما دام قدرت تعملي دي اف اي لها يبقى انا اساسا عمري ما هلجأ للبامنج ليما، ما هو في دي اف اي لها يبقى هي ريجولر. فقال لك خلاص يبقى هو مش الحكم الفيصل خالص في انها ريجولر ولا مش ريجولر. يعني اللانجوج اثبت انها مش ريجولر ببامنج ليما، تمام، لحد ما لاقي لها دي اف اي. لو لقيت لها دي اف اي تبقى هي ريجولر بقى. فبقول لك خلاص، هو ايه ده؟ ايه ده يا جماعه؟ اللانجوج فيها عدد مختلف من الاصفار والوحيد. فواحد هيقول لي يا دكتور نعم انا هجرب طريقه لو وصلت لاخرها هلاقي لها دي اف ايه. هتقول لي طريقه ايه؟ طريقه الكلوجر. ايه ده؟ كلوجر والديسيجن بروبرتيز. هو معكوس ال L5 ده ايه؟ لو ال L5 فيها عدد من الاصفار وعدد من الوحيد مختلفين عن بعض يبقى معكوسها انهم يبقوا متشابهين. الله ينور على حضرتك. مش فاكره المحاضره اللي فاتت قلنا ان لو عندي لانجوج ريجولر يبقى معكوسها ريجولر برضو؟ تمام. انا هجرب في الطريق ده واشوف هيوصلني ولا لا. يعني لو اللانجوج L5 ريجولر معكوسها الكومبلمنت بتاعها اولسو ريجولر. طيب ال L5 كومبلمنت دلوقتي للمثال ده اللي فيها سيم وانز وسيم زيروز، هل حضرتك اثبتها قبل كده انها ريجولر عشان اقول لك معكوسها ريجولر، ولا احنا اثبتناها انها نون ريجولر؟ ها اللي فيها عدد الاصفار يساوي عدد الوحيد، ده احنا قايلينها اول مثال اثبتناها ان هي ريجولر. لا اثبتناها انها نون ريجولر. ال L1 لو يبقى حتى مع الطريقه دي حضرتك فشلت، علشان خاطر ال L5 كومبلمنت نون ريجولر يبقى حضرتك ما تجيش تقول لي ان ال L5 ريجولر، لا هي زيها نون ريجولر. يبقى انا بقول لكم يا جماعه ان البامنج ليما في بعض الحالات زي الحاله اللي فاتت اللي هي L4 ما كانتش كافيه ان انا اعمل اثبت انها نون ريجولر. لقيت الحمد لله دي اف ايه فقلت انها ريجولر خلاص. في بعض الحالات الاخرى حضرتك وانت ماشي في طريق البامنج ليما تلاحظ انها بتتثبت معاك نون ريجولر. ما تقولش نون ريجولر والسلام، هتقول نون ريجولر هصدقك لحد ما واحد يجي يقول لي ادي دي اف ايه شغال على كل الكيسز بيعمل اللانجوج دي. اروح جاي شاطب الديسيجن بتاع حضرتك واخد الديسيجن بتاعه عشان هو اولى. هو لقى لي دي اف ايه بيعمل لي اللانجوج بتاعتي. بس في الحاله دي الحمد لله الطرقين فشلوا، اوكي؟ فاذا المثال ده نون ريجولار عادي خالص، اوكي؟ ماشي يا جماعه؟ ممكن حضراتكم تجربوا البالندروم ده، البالندروم ده اللي هو حاجه لما تقراها من الشمال لليمين زي ما تقراها من اليمين للشمال، اكن في مرايه بالنص يعني.
هتلاقوها برضو نون ريجولار يا جماعة، عشان بكل بساطة لو غيرت في الترم الأولاني هتلاقي الترم التاني ثابت زي ما هو، وبالتالي ما بقوش مراية لبعض، وبالتالي اللانجوج الجديدة الورد الجديدة لا تنتمي لللانجوج. فبقول لك دلوقتي important notes: pumping lemma is necessary but not sufficient condition for language to be regular. ال sufficient condition هو عبارة عن ايه؟ ان حضرتك توجد اوتوماتا سواء دي اف اي او ان اف اي عشان اقول انها ايه؟ regular يا جماعة. ماشي؟ طيب. Even if there does not exist a winning strategy for us in the game, the language is still non-regular. يعني لو انا مش عارف الاقي قيمة تخليها لي non-regular ما تقوليش ان language regular. لا، حضرتك هتقول regular يبقى تجيب لي DFA. حضرتك ما جبتش DFA مع اني ما قدرتش اثبتها، بس برضو still لسه قدامي هي non-regular لحد ما حد يجيب لي DFA لها. اوكي؟ The only way to prove that language is regular is to construct either a DFA أو NFA أو epsilon NFA يعني finite state machine أو regular expression اللي هو بيكافئ برضه DFA لللانجوج دي. دكتور، واحنا في أنهي مثال استخدمنا البامبنج ليما عشان يكون عندي sufficient condition إن هي regular؟ لا، المثال رقم 4 مع باشمهندسة دعاء، قعدنا نعمل كذا بامبنج ليما واحنا ما قدرناش نوين. ما قدرناش نوين يعني ايه؟ يعني ما قدرناش نثبت انها نون ريجولار. في الحاله ديت ما تروحش تقول لي ريجولار والسلام، لا، اقول لك هي ممكن تبقى ريجولار، عشان اثبتها لك بقى تجيب لي دي اف ايه، ورحت انا جاي موريكوا الدي اف ايه عشان اثبتها انها ريجولار. من غير الدي اف ايه حضرتك ما تقدرش تقول انها ريجولار، علشان انت ما عندكش دي اف ايه، يبقى هي ما زالت قدامك نون ريجولار لحد ما حد يجيب لي دي اف ايه. اوكي 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 ده الجزئيه الاولانيه. الجزئيه الثانيه يا جماعه اللي هنتكلم عنها اسمها دي اف اي مينيمايزيشن. الدي اف اي مينيمايزيشن بتعمل ايه؟ زي ما احنا خدنا قبل كده، يعني لو عندي فورم ممكن احولها لفورم ثانيه، فلو عندي ايبسلون ان اف اي ممكن احولها لان اف اي، والان اف اي احولها للدي اف اي، او لو عندي regular expression somehow بحولها للابسن ان اف اي، والابسن ان اف اي يروح للان اف اي، والان اف اي يروح للدي اف اي. فممكن يبقى عندي دي اف اي للانجوج، وعندي كمان دي اف اي للانجوج، وعايز اثبت ان الاثنين بيكافئوا بعض. ايه ده يعني ايه؟ يعني اللانجوج بتاع دي اف اي ديت تساوي اللانجوج بتاع دي اف اي ديت. ايه ده؟ لا، الكلام ده مستحيل يحصل بالشكل ده، لسبب، عشان اللانجوج هنا بيحتوي على عدد لا نهائي من القيم، وهنا عدد لا نهائي من القيم. انا مش هروح اقارن عدد لا نهائي من القيم مع بعضها. امال حضرتك تعمل ايه؟ لازم اقارن الدي اف اي ببعضها، ما دام الاثنين بيعملوا نفس الوظيفه. ايه راي حضرتك بقى اخترع لك طريق جميل. الطريق الجميل ده باني اخد الدي اف اي الاولانيه واروح اجيب لها المينيمم دي اف اي بتاعتها، واخد الدي اف اي الثانيه واروح اجيب لها المينيمم دي اف اي بتاعتها. لازم الاثنين يبقوا متطابقتين علشان يبقوا ليهم نفس اللانجوج. بس خلاص خلصت. يبقى اذا اكيد في طريقه علشان اعمل مينيمايزيشن للدي اف اي. مينيمايزيشن يعني ايه؟ اطلع اقل عدد من الستيتس موجودين يقدروا يطلعوا لي نفس اللانجوج بتاعت الدي اف اي ده. فده اللي هندرسه مع بعض، وهو خطوة ضرورية جدا علشان اثبت الايكواليتي ما بين اثنين لانجوج او ما بين اثنين دي اف اي. وهي هتطلع نفس اللغة؟ لا، هتطلع نفس الشكل. ما هي المفروض الاثنين بيطلعوا نفس اللغة، بس انا عايز اثبتها. اثبتها ازاي؟ لو مشيت على اللغة قيمة قيمة هي اللغة لا نهائية، فمش هينفع. فعلشان اثبتها، لا، قال لك خلاص حول الشكل الاولاني للمينيمم بتاعه والشكل الثاني للمينيمال بتاعه، ويبقى الاثنين هيطلعوا نفس المينيمال ما دام الاثنين ليهم نفس اللانجوج. اقارن بقى المينيمال بالمينيمال وخلاص. فمثلا ادي يعني
المينيموم دي اف اي دي لها نفس اللغه بتاعت الدي اف اي قبل ما نعمل لها مينيمايزيشن اكيد للسؤال. يا فندم، اكيد يا فندم، اكيد حضرتك لما هتعملي مينيمايزيشن لعدد الستيتس المفروض ما تغيريش في اللانجوج في نفسها، اللغه لازم يبقى نفس اللانجوج. تمام. اوكي طيب، بقول ان انا لو عندي لانجوج، اللانجوج ديت فيها ووردز، الووردز بتنتهي بواحد واحد واحد واحد، حلها لي بالشكل ده، قال لي القيمة الأولانية صفر صفر أو واحد، القيمة التانية صفر أو واحد صفر أو واحد، القيمة التالتة صفر أو واحد صفر أو واحد صفر أو واحد صفر أو واحد، وبعدين هنا اللي بتنتهي بواحد واحد واحد أهيت، أدي الأكسبتنج ستيت، وبدأ بعد كده يشوف لو قيمة جات له يروح لأنهي ستيت من الستيتس دي. ماشي، أحد الحلول وصح. دي اف ايه؟ شوف محتاجة كام ستيت؟ اتنين وادي أربعة وادي تمانية زائد واحد فوق، عدد كتير من الستيت. 14 8 و4 12 و2 16 و1 17 ستيت. طيب اعمل ايه يعني؟ قال لك اكيد في حلول تانية. اكيد ادي حل اخر بتنتهي بعدد 1 1 1، ولو جاله واحد اداني موجود، وده نفس الحل، نفس اللانجوج. ايه ده يعني؟ ده اقل منه في عدد الستيت. اه ممكن يبقى ده المينيمال، او ممكن يبقى في حاجه اقل منها. طب لو ده المينيمال خلاص، يبقى المينيمال اربعه ستيت. طب لو حاجه اقل منها اللي هو تبقى كام؟ تبقى ثلاثه. اتنين. تبقى ثلاثه على الاقل، ثلاثة على الأقل، ثلاثة أو اتنين أو واحد، تعالى نفرض على إنها ثلاثة. أنا بدعي إن ده المينيمال، أنا بدعي، تقول لي اثبتها لي. أقول لك حاضر أثبتها لك. واحد تاني بيقول لي لا كلامك غلط، ده مش المينيمال. أقول له خلاص اعمل لي نفس اللانجوج بثلاثة ستيت، لو عرفت يبقى أنت صح، لو ما عرفتش وقلت لي مستحيل انك تعملي نفس اللانجوج بثلاثه ستيت، اقول لك يبقى انا اللي كسبان. المينيمال كام؟ اربعه ستيت. حلو الكلام ده، الاثبات بتاعها الاول، تعال نثبتها. فاللعبه دلوقتي انا بدعي ان عدد الستيتس المينيمال لللانجوج ديت لازم تبقى اربعه، تقول لي لا ممكن تبقى اقل. اقول له خلاص تقدر تعملها بثلاثه؟ لو قدرت تعملها بثلاثة وطلعت لي الدي اف اي بتاعها اقول لك انت صح، لو قلت لي مستحيل اعملها بثلاثة يبقى اذا انا اللي صح، وانا قلت لك بتتعمل باربعة والاربعة دي المينيمال. قلت له خلاص تعال، يبقى دلوقتي هفرضها باي كونترادكشن، هفرض ان انا عندي ثلاثة ستيت دي اف اي يستقبلوا نفس اللانجوج، اقول له خلاص اهي. اوجد لي بقى الشكل بتاعها، ده مش كده بس، حاضر وهدخل له اربع قيم، الاربع قيم منهم قيمه بتاكسبت وقيم تانية بتريجكت. يعني ايه؟ يعني هل الابسلون يا جماعه بتنتهي بواحد واحد واحد عشان اعمل لها اكسبت؟ لا لا، المفروض الاولانيه تريجكت. هل الواحد بتنتهي بواحد واحد واحد؟ لا. هل الواحد واحد بينتهي بثلاث وحيد؟ لا. المفروض الوحيدة اللي صح هي مين؟ 1 1 1، والوحيدة اللي المفروض اعمل لها اكسبت والباقي اعمل له ايه؟ ريجكت. قلت له خلاص حاضر. ايه رأي حضرتك؟ عندي أربعة ستيت وعندي أربعة انبوت وتلاتة ستيت. مش دي برضو قاعدة بنجن هول يا جماعة؟ قاعدة بنجن هول اللي أنا بقول عليها إن أنا لو عندي اهيت 3 كابس وعندي اربع كور، يبقى على الاقل في كورتين هيبقوا موجودين في اناء من الثلاثه دول. فانا عندي دلوقتي 3 ستيتس هم واربعه انبوت، يبقى على الاقل 2 انبوت منهم هيعملوا هيت، يعني هينتهوا عند نفس الستيت. حلو الكلام. انا عايز بس واحده واحده، لو في اي حاجه قدامكم وقفت عرفوني عشان ما عادش الاثبات من الاول. حتى الآن الكلام واضح؟ أنا قلت عايز أثبتها إن في ثلاثة ستيت يقدروا يعملوا نفس اللانجوج، فقلت له آدي ثلاثة ستيت وهفرض إنها هتعمل نفس اللانجوج.
ودخلت لها اربعه ديفرنت انبوت، منهم واحد بيأكسبت والباقي بيريجكت، وقلت انا لو عندي اربعه ستيت هدخلهم على الدي اف اي دول، الدي اف اي دي اساسا جواها ثلاثه ستيت، اربعه انبوت ادخلها على الثلاثه ستيت، يبقى على الاقل اثنين انبوت هينتهوا بنفس الستيت عند نفس المكان. حلو الكلام؟ طب هو ازاي اتنين انبوت وانا عندي، انا قلت دلوقتي في اللي انا في اللي احنا واخدينه كانبوت احنا ما عندناش غير واحده بس اللي محققه، هيك ايه يعني؟ من يعني حضرتك لما بيبقى عندك دي اف اي بتدخلي لها اي انبوت ايا كان، وهي بتقرر اعمل لها اكسبت ولا اعمل لها ريجكت، فزي ما حضرتك بتدخلي لها الانبوتس اللي هي بتعمل لها اكسبت، برضه بتدخلي لها الانبوت اللي بتعمل لها ريجكت. انا بقول هعمل ران بسيطه، ران تجربه، هدخل لها اربع قيم، ثلاثه منهم غلط وواحده صح، بس مش اكتر من كده. يجري حاجه؟ دي تجربه من التجارب، المفروض هي تعمل اكسبت للاخيره وتريجكت للباقي، المفروض ده الصح. اوكي يا باشمهندسه؟ ايوه اه تمام. طيب اوكي. طيب تعالى بنراجع بس قاعده بنجن هول اهوت، عندنا 3 كابس و4 بولز، يبقى على الاقل 2 بولز هيبقوا موجودين في نفس الايه؟ في نفس المكان. يبقى دلوقتي ما دام انا عندي 4 انبوتس و3 ستيتس، يبقى على الاقل 2 انبوتس هي اند اب ان ذا سيم ستيت، هينتهي بيهم الحال في نفس الستيت، يبقى دي المكان النهائي بتاعها. طيب تعالى نقول ان ال2 انبوتس هم دول. حلو الكلام؟ الواحد والواحد واحد ماشي، هما دول؟ قال لك اه ماشي. ايه راي حضراتكم لو انا ده دي اف اي، ماشي ده دي اف اي، لو انا موجود هنا عند دي اف اي لو اديته انبوت المفروض يروح لمكان واحد، سواء الانبوت ده واحد او الانبوت ده زيرو. طيب لو اديته الانبوت 1 هقول ان هو هيروح هنا، اصبح القيمه الاولانيه لما احط بعدها واحد بقى اسمها ايه؟ الواحد ده لما احط بعده واحد بقى اسمه ايه يا جماعه؟ واحد، اسمه واحد واحد. طب والوحدين دول لما احط بعديهم واحد بقى اسمه ايه؟ واحد واحد واحد، تلات وحاجه. ايه ده؟ ده انا عندي نفس الاستيت المفروض هاكسبت دلوقتي عشان انا عندي ثلاث وحايد، بنتهي بثلاث وحايد اهو، بس انا لو قلت هاكسبت يبقى هاكسبت حاجه غلط كمان، اللي هي واحد واحد اللي هي عمرها ما هتنتهي بثلاث وحايد. ايه ده؟ ده الدي اف ايه ده شكله بايظ. طب خلاص ماشي، تعال نجرب، يمكن يكون العيب في الانبوتس دول، هدي لك فرصه اديني انبوتس تاني. اقول لك حاضر، يعني المفروض انت عند نفس المكان يا تاكسبت للناس كلها اللي جات لك هنا يا ترجكت للناس كلها، ما ينفعش تاكسبت الواحده وترجكت الواحده. تعال نختبر انبوت تاني، احنا اختبرنا هنا واحد وواحد واحد، تعال نختبر انبوت تاني. تعال نقول ابسلون وواحد هما اللي هينتهي بيهم الحل هنا. ايه راي حضرتك لو قلت ان بقى القيمه اللي هطبقها دلوقتي هي واحد واحد اللي بتنقلني للمكان ده، ابسلون واحط بعدها واحد واحد هيبقى اسمها واحد واحد، واحد واحط بعد واحد واحد يبقى اسمه واحد واحد واحد، المفروض اكسبت لده وريجكت بده، ازاي اعملها في نفس المكان؟ غلط. طب جرب الانبوتس الثانيه، هتفضل تجرب الانبوتس الثانيه هتلاقي نفسك بتقع في نفس المشكله. يبقى اذا حضرتك مستحيل 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 تعمل دي اف اي لللانجوج دي باستخدام 3 ستيت، يبقى المينيمال بتاع حضرتك كام؟ أربعة ستيت. إيه رأيكم في طريقة الإثبات دي؟ يعني لو جبت لكم مسألة صعبة شوية تعرفوا تثبتوها بالشكل ده؟ لا صعبة. إذا مفيش طريقة أسهل؟ لا في طريقة أسهل. في طريقة أساسا بتعمل مينيمايزيشن للدي اف اي. يعني مش المفروض إن أنا أطبق عليها إنبوتس مختلفة وأستدي كل البيرز. طب لو انت عملت استاذ كل البيرز هنا ولقيت نفسك تمام، لا طب طبق انبوتس اخرى، ما ممكن يبقى في انبوتس اخرى، يبقى عشان تمشي بالطريقه دي عايز عدد لا نهائي من الحالات. لا في طريقه اساسا بتعمل مينيمايزيشن. الدي اف اي مينيمايزيشن ده طريقه هقول لكم عليها، بتاخد اللانجوج بتاخد الدي اف اي العادي تروح جايه محولاه للمينيمال فورم بتاعتها.
حلو الكلام. الطريقة دي عبارة عن ايه؟ قال لك الطريقة ديت علشان تعرفها تعالى نفهم الأول ايه بقى يعني ايه مينيمال دي في ايه. مينيمال دي في ايه يعني فيها الاستيتس كلهم ضروريين ومختلفين عن بعض، مختلفين ديستينكشبل عن بعض. يبقى الدي اف ايه المينيمال بيحتوي على استيتس جميعهم مختلفين عن بعض. يعني ايه مختلفين عن بعض؟ يعني لو حذفت واحده منهم اخليت حضرتك في اللانجوج بتاعت سيادتك، اخليت في القيمه بتاع اللانجوج اللي حضرتك عايز تحققها. يعني ما ينفعش استغنى عن واحد منهم. اه ده كلام جميل. يعني ايه بقى؟ يعني انا دلوقتي هستدي الكيس دي. الكيس دي بتقول ايه؟ بتقول ان الكيو واحد والكيو اتنين مختلفين عن بعض. طب مختلفين عن بعض ليه بقى؟ تعالى نستدي الانبوت 1 عند كل مكان في الاماكن دي. لو قلت هستدي الانبوت 0 تقول لي الانبوت 0 الكيو واحد لما بيجي له انبوت صفر بيرجع لكيو 0، الكيو 2 لما بيجي له انبوت صفر بيرجع لكيو 0. ايه ده؟ ده مش مختلفين، الاثنين بيرجعوا لنفس المكان. ايه رايك ما استغنى عن التو ستيتس واضمهم على بعض واعمل مكان واحد يساعيهم وخلاص؟ لا اصبر اصبر، هل ده جميع الانبوتس ولا لسه في انبوت تاني؟ ما تاخدش قرارك على انبوت واحد، ما يمكن الاختلاف ما بينهم في طريقه التعامل مع الانبوت الاخر. تعالى بقى نشوف التعامل مع الانبوت الاخر اللي اسمه 1. كيو 2 لما بيجي لها 1 بتعمل ايه؟ بتاكسبت. كيو 1 لما بيجي لها 1 هل بتاكسبت ولا بتروح لكيو 2؟ تروح لكيو 2. يعني هل بتاكسبت دلوقتي ولا لا؟ لا مش بتاكسبت لسه. يعني لو وقفت هناك هتعمل ايه؟ ريجكت. الله ينور عليك، يبقى الاثنين مختلفين عن بعض ولا لا؟ يبقى المكانين مختلفين عن بعض علشان يوجد انبوت يخلي لك الاولانيه تاكسبت والثانيه ما تعملش اكسبت، يعني بتريجكت. حلو الكلام. يبقى الانبوت ده هو الانبوت اللي انا بقول بديستنجوش ما بينهم باي الانبوت ده اللي اسمه 1. يبقى كيو 1 از ديستنجوشبل باي فروم كيو 2 باي 1. بس يبقى انا لو اثبت ان كل تو ستيتس هنا، كل بير اوف ستيتس ديستنجوشبل عن بعض، يبقى حضرتك بقيمه معينه، مش لازم 1 1 1، مش لازم 1 1، يبقى 0 1 1، اي قيمه، يبقى السيستم بتاعك او الاتوميتا بتاعت حضرتك دلوقتي مينيمال. يبقى حضرتك عايز تعمل ايه؟ عايز تدستنجوش ما بين مين؟ ما بين كيو 2 وكيو 3، وما بين مين؟ كيو 1 وكيو 3، وما بين مين؟ كيو 0 وكيو 3. كده انا خدت دول كلهم مع كيو 3، وما بين كيو 1 وكيو 2، وما بين كيو 0 وكيو 2، وما بين مين؟ كيو 0 وكيو 1. يبقى لو حضرتك قدرت تثبت ان كل بير من البيرز دول اللي هي انا خلاص بقى لقيت لها طريقه، عدد الكيسز اللي انا عايز اعمل لها استادي دلوقتي كام؟ 3 و2 5 1 6 6 كيسز. لو حضرتك اثبت ان كل بير اوف ستيتس از ديستنجشبل، يبقى حضرتك خلاص الدي اف اي ده ليها الشكل بتاع المينيمال وخلاص. اوكي يا جماعه، امتى بقى اقول ان الستيت ديستنجشبل من مع ستيت تانية؟ لو ادي كيو لو في وادي كيو 2، اقول انهم ديستنجشبل امتى؟ لو مع نفس الانبوت، واحد بيروح للاكسبتنج ستيت والتاني بيروح للنورمال ستيت ما بيعملش اكسبت. يبقى اذا كيو 1 وكيو 2 ار ايه؟ ديستنجشبل. ما ينفعش اضمهم لمكان واحد واحذف احدهم، لا. واحد مع نفس الانبوت بيأكسبت والتاني مع نفس الانبوت بيروح لمكان تاني ما بيأكسبتش، يبقى اكيد المكانين الاولانيين دول مختلفين عن بعض. يبقى دي القاعده اللي انا همشي بيها. حلو الكلام. في اسئله يا جماعه قبل ما اكمل؟ طيب
فدرسنا من المكانين دول لما بيجي لي واحد واحد احدهم بيأكسبت والتاني بينتهي بيه الحال هنا وما بيعملش أكسبت، يعني الاول بيأكسبت والتاني بيريجكت، يبقى الاثنين دول ديستينكشبل من بعض. ادي مثال بقى، عايزين نعرف فين الدي اف ايه المينيمال بتاع دي. هو الحل ايه؟ الحل ايه يعني؟ الحل بقول باخد كل اتنين ستيت مع بعض، لو ديستينكشبل بسيبهم الاتنين. طب لو اندستينكشبل يعني ايه؟ اندستينكشبل يعني ايه يا جماعه؟ يعني مع الانبوت بيروحوا نفس المكان، مع الانبوت بيروحوا نفس المكان، يبقى اكيد الاتنين دول شبه بعض. هعمل لهم ايه؟ هعمل لهم ميرج مع بعض. ميرج يعني ايه؟ بدل ما كانوا تو ستيتس هحذف احدهم واستخدم واحد، او هشيل الاثنين واحط مكانهم واحد. يبقى انا حذفت كام ستيت دلوقتي؟ واحده. يبقى انا قللت عدد الستيتس، يبقى اكيد انا ماشي في اتجاه المينيمال. فقال لك خلاص لو عندي مثال زي كده روح شوف مين ديستنكشبل هسيبه ومين اندستنكشبل هعمل له ميرج مع بعض وخلاص. اوكي يا جماعه، بس قبل ما تعمل الكلام ده روح شوف مين اكسسبل الاول. يعني ايه مين اكسسبل؟ يعني ستيت زي كيو 2 دي، هل الستيت كيو 2 دي بتقدر توصل لها من خلال الانيشال ستيت الستارتنج ستيت؟ هل بقدر اعمل لها اكسس من خلال الستارتنج ستيت؟ كلنا لازم نبدا بالستارتنج ستيت. هل بقدر اعمل لها اكسس من خلال الستارتنج ستيت يا جماعه ولا لا؟ باشمهندسات لا، يبقى خلاص ملهاش لازمه اساسا ولا هتوصل لها في حياتك. دي موجوده غلط، احذفها، عمرها ما تبقى موجوده في المينيمال. يبقى الخطوه رقم واحد في الميثود بتاعتي اللي انا ما قلتهاش ليكم قبل كده عشان كان كل الستيتس اكسسبل، شوف هل في اكسسبل ستيت، سوري هل في ان اكسسبل ستيت، ستيت ما تقدرش توصل لها احذفها. مين تاني ان اكسسبل هنا يا جماعه؟ الكيو 0 0 دي، الكيو 0 0 ان اكسسبل، شيلها. طب اكسسبل يعني ايه؟ اقدر اوصل لها من هنا، انا قدرت اوصل لدي وقدرت اوصل لدي، يبقى دول يفضلوا معايا للستيب اللي بعد كده. قدرت اوصل لدي وقدرت اوصل لدي وقدرت اوصل لدي، ولما وصلت هنا قدرت اوصل لدي، يبقى دول كلهم اكسسبل. الانيشال ستيت طبعا اكسسبل، يبقى دول لا، دول هيتحذفوا من الشكل بتاعي وادخل بيهم للستيب اللي بعد كده. يبقى دول inaccessible يا جماعة زي ما حضرتك شايف كده، ولازم احذفهم قبل ما اطبق ال distinguishability خالص. طيب تعال نطبق ال distinguishability. حاجة كمان، حضرتك شلت ال ايه ال accessible ال inaccessible state صح؟ اوكي. فبقول دلوقتي فرضا ان الشكل بتاعي كان كده، لو في اكتر من ريجكتنج ستيت في الرسمه بتاعتك حضرتك بتشيلها وبتعمل ريجكتنج ستيت واحده بس. اوكي، هل لها لازم ان انا اعمل اكتر من ريجكتنج ستيتس؟ يعني يبقى عندي اثنين او ثلاثة ريجكتنج ستيتس؟ لا، ما هي واحدة بس كفاية، ادغمهم مع بعض بعمل ريجكتنج ستيت واحدة بس. ماشي؟ طيب اوكي، تعالى بقى نشوف الديستنكشبيليتي، امتى اقول انهم ديستنكشبل مع بعض؟ معلش يا دكتور، نعم. في الرسمة بتاعت المرة اللي فاتت هو كان في عندي اصلا اكتر من ريجكتد ستيت؟ لا لا، ده مثال، مثال كل واحدة بمثال مختلف عن التاني. تمام. ثواني، في اللي قبلها هو ازاي على الاكسبتنج ستيت حط اكس كده؟ يعني شالها ازاي دي بقى؟ في الحاله دي دلوقتي، في الحاله اللي انا فيها دلوقتي، الاكسبتنج ستيت ديت ما كانتش اكسسبل، لازم تتشال. لا يعني ايه مش اكسسبل؟ امال هي اكسبتنج ستيت ازاي؟ حضرتك اللي حلتيها غلط في الاول، انا مالي؟ فهماني بالشكل ده؟ الشكل مكتوب لي غلط، خلاص انا هشيل كل اللي مش هعمل له اكسس واشتغل عليه. في الحاله دي اساسا البتاعه دي ما بتعملش اكسبت الحاجه، بتعمل اكسبت اللانجوج بتاعتها فقط. هي اساسا ممكن تتشال في الاول عشان ما اعرفش اروح لها من الستارتنج ستيت. ايوه، ما هي مش اكسسبل،
فايا كان بقى مش اكسسبل وستيت عاديه او مش اكسسبل واكسبتنج ستيت، ماليش دعوه، انا عندي مساله عايز اعمل لها مينيمايزيشن، حضرتك اللي مديني المساله غلط. اوكي طب امتى بقى التو ستيتس يا جماعه ديستنجشبل مع بعض؟ ديستنجشبل يعني ايه؟ يعني إيه، سواء بورد واحد او بكاركتر واحد احدهم بيروح للاكسبتنج ستيت والتاني ما بيروحش للاكسبتنج ستيت وبالتالي بيرجكت، او سواء بالتتابع بقى. يعني ايه بالتتابع؟ ايه راي حضرتك انا هسمي الستيت دي ايه وده بي، الايه وادي البي مع نفس الانبوت وليكن صفر، واحد بيأكسبت والتاني بيرجكت، يبقى الايه والبي ديستنجبل، تقول لي اه. ايه راي حضرتك عندي واحد اسمه سي وعندي واحد اسمه دي مع نفس الانبوت بيروحوا بس الاي وبي، ايه ده؟ فهيتشيك هنا عند الاي والبي، هل سيادتك هنا واحد اكسبت والتاني ريجكت عشان اقول سي ودي ديستنجشبل كمان ولا لا؟ لا، الاي والبي نورمال ستيتس عاديين خالص، ما تروحش تتسرع وتقول لي انهم خلاص هم مش ديستنجشبل يبقى هم ان ديستنجشبل، لا اصبر. ما هو عشان تبقى عارف، لو انا قلت بقى السترنج هي عباره عن واحد زيرو، مش واحد بس، واحد زيرو يحركني من السي للاكسبتنج ستيت، وواحد زيرو يحركني من الدي لنون اكسبتنج ستيت، يبقى هما ديستنجشبل باي 1 زيرو مش باي 1 بس. يبقى اذا دلوقتي يا جماعه نخلي بالنا، لو تعال نمسح الحته دي واكتب لكم هنا، لو حضرتك عارف ان الديسيجن عند A و B يعني هما distinguishable، ال decision ده بيتنقل بالتتابع، يبقى C و D لو C مع D مع نفس ال input بيروح ال A و B، يبقى ما دام A و B distinguishable يبقى دي كمان distinguishable. ماشي يا جماعة؟ وصلت؟ يبقى اذا السترنج اللي بقارن او بفرق بينها ما بين الستيتس وبعضها مش لازم تبقى كاركتر واحد، ممكن تبقى اكتر من كاركتر. يبقى اذا الديسيجن ده انا دلوقتي عارف هنا ان التو ستيتس دول علشان مع نفس الانبوت واحد بيأكسبت والتاني بيريجكت ديستنجشبل مع بعض، وده سام هاو بيروحوا للتو ستيتس دول يبقى دول كمان ديستنجشبل مع بعض، ودول سام هاو بيروحوا للستيتس دي يبقى بيروحوا يبقوا ديستنجشبل برضه مع بعض. طيب تعال ناخد مثال كيو 0 وكيو 1 يا جماعه، المثال بتاعنا اللي انا عمال اقول عايز اثبته، اثبتناه بطريقه صعبه، تعال نثبته بطريقه سهله بقى. كيو 0 مع كيو 1 ديستنجشبل ولا لا؟ ولو ديستنجشبل تقول لي ديستنجشبل باي ايه بالظبط؟ انا هقول الاولانيه distinguishable by 01، 01 يخليني هنا accept، 01 يخليني هنا reject. حلو الكلام؟ طب اللي بعدها؟ يلا يا جماعه. مع سي 2 باشمهندسة دعاء distinguishable ولا لا؟ كيو 0 وكيو 2 كيو 0 لونجن هاوسر لو فشلتي في انك توجديها من خلال انبوت، بص على الانبوت التاني. تمام، من خلال الصفر. طب ايه رايك من خلال الواحد؟ الواحد بيخلي كيو 2 يأكسبت في حين ان الواحد بيخلي كيو 2 يروح لكيو 1 وما بيعملش أكسبت. طيب ما هو كده بيوديه النورمال، ما هو مش وديه. لا 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 يا فندم، كيو 0 اهيت وادي كيو 2 اهيت. كيو 2 لما يجي لها واحد بتروح لاكسبتنج ستيت اللي هي اسمها كيو 3. ماشي. كيو 0 لما بيجي له نفس الواحد بيروح لكيو 1 اللي هي نورمال ستيت ما بيعملش اكسبت، يبقى واحد بيأكسبت والتاني بيريجكت، يبقى ده مختلفين عن بعض. اوكي؟ يبقى ده باي 1. كيو 0 وكيو 3 يا جماعه. ها وكيو ايه؟ 3 باشمهندسة هبة. تمام قولي حضرتك كده،
كيو زيرو دي لو جالها زير وان هتروح لكيو واحد. لو جالها زيرو وان، شوف حضرتك بتدور على الطريق الطويل، بس انا همشي معاكي. لو جالها زيرو وان هتروح لكيو واحد، مش هتأكسبت. انما كيو ثري لو جالها زيرو وان هترجع لنفسها. حلو وهتكسب. حلو همشيها لك، بس ايه رأيك بالانبوت ده؟ مش كيو 3 يا جماعة عبارة عن accepting state أساسا، صح ولا لأ؟ اه، والتانية اللي start. مش لازم تدوري، مش لازم تدوري على حاجة صعبة عشان ألف وأرجع لنفسي. إبسلون كفاية، ما الإبسلون دي ستيل وورد وممكن أستخدمها. كيو كيو 3 لما بيجي لها إبسلون بتفضل عند نفس مكانها وبتأكسبت. كيو زيرو لما بتجي لها ايبسلون بتفضل عند نفس مكانها وبترجع. يبقى لو حضرتك موجود عندك اكسبتنج ستيت، اعمل ديستنجشبل باي مين؟ اعمل ديستنجش بايه؟ بالايبسلون. اسهل. بس لو دورتي على قيمه ثانيه مش هيجرى حاجه، صح برضه؟ طب وكيو 1 وكيو 2؟ باشمهندسه مين لسه ما قالش؟ باشمهندسه داليا. كيو 1 وكيو 2 يا فندم، ده وده احنا قلناه. القيمه اللي تخلي احدهم يروح لاكسبتنج ستيت والتاني يروح لريجكتنج ستيت. هتبقى الزيرو. لا، الواحد. واحد. الواحد بيخلي كيو 2 يروح لكيو 3 ويأكسبت، والواحد بيخلي كيو 1 يفضل عند نفسه ويريجكت. طب كيو 1 وكيو 3؟ كيو 1 باشمهندسة تبقى 0 1 هند. كيو 1 وكيو 3 زيرو وان، ماشي هتمشي زي الباشمهندسة ما قالت من شوية. بس كيو 3 دي اكسبتنج ستيت، وكيو 2 وكيو 3 يعني لو معاك نون اكسبتنج ستيت مع اكسبتنج ستيت، خلي بالك اعملها. انت مش محتاج تعملها تشيك اساسا. لو معاك نون اكسبتنج مع اكسبتنج، دول ديستنجشبل باي مين؟ باي ايبسلون. علشان باي ايبسلون انت مش هتتحرك من مكانك، هتفضل هنا وهتريجكت، وهتفضل هنا وهتاكسبت. صوت يا جماعه، الله يكرمكم. يبقى اذا دلوقتي انا اثبت ان كل البيرز ديستنجشبل مع بعض، يبقى ده المينيمال يا باشمهندس. اوكي، تعال ناخد مثال تاني. المثال ده اوجد المينيمايزيشن، اعمل مينيمايزيشن له. فعايز اشوف كل البيرز، فكل البيرز اهي كيو 0 مع كيو 3. يلا ناخد تاني باشمهندس دعاء، ديستنجشبل ولا لا؟ ولو ديستنجشبل تقول لي باي ايه؟ باي ابسلون. باي ابسلون، عشان احدهم نون اكسبتنج والتاني اكسبتنج. باي ابسلون وديستنجشبل مع بعض. كيو 1 وكيو 3 يعني برضو باي ابسلون، برضو باي ابسلون برضو ديستنجبل. طيب كيو 2 وكيو 3 بس مهندسه داليا برضو باي ابسلون. كيو 1 وكيو 2 بس مهندسه داليا. كيو 1 وكيو 2 زيرو. كيو 1 وكيو 2 زيرو. تعال نشوف زيرو ده بيودي فين. كيو 2 الزيرو يخليه اكسبت، وكيو 1 الزيرو يوديه لنورمال ستيت عاديه فيريجكت. جميل جدا، صح. طب كيو 0 وكيو 2 هو احنا يا دكتور معلش مش لازم نبدا من الستارت، يعني هتبقى 0 0. لا لا حضرتك كده هتجيبيها، مش فارقه معايا. ما دول كل البيرز يا جماعه، دي كل البيرز، فكده كده هتعملي ستادي للكيس دي. طب كيو 0 وكيو 2 الزيرو برضه.
الزيرو برضو صح. طيب كيو زيرو وكيو وان باشمهندسة هنج واحد واحد distinguishable Q0 وQ1 لا ينفع احط واحد وهي اصلا مش فيها خط واحد Q0 Q0 وQ1 هيبقى الاثنين عكس بعض لو جالها واحد هتروح لQ3 في حين ان Q1 لو جالها واحد برضه هتروح لQ3 ده بيروح نفس المكان لا جرب الانبوت الثاني كده Q0 وQ1 لو جاله صفر كيو زيرو لو جاله صفر بيروح لكيو تو وكيو وان لو جاله صفر برضو بيروح لكيو تو ايه ده الجميع الانبوتس بيروح نفس المكان يبقى اكيد دول مش ديستنكشبل مع بعض دول نفس المكان مع بعض فانا اعمل مينيمايزيشن ازاي يبقى كيو زيرو وكيو وان ان ديستنكشبل يا جماعه ماشي ان ديستنكشبل دول بعمل لهم ايه بعمل لهم ميرج مع بعض واطلع الشكل بتاعي الجديد الشكل المينيمال بتاعي اوكي تعال نشوف الحل هعمل لهم ميرج ازاي يا جماعه هعمل الاثنين دول مع بعض كده كاستيت واحده اسميها كيو 01 يخرج منها سهم واحد صفر يروح لكيو 2 سهم واحد بقيمة 1 يروح لكيو 3 وباقي الشكل ثابت زي ما هو يبقى عندي دلوقتي المينيمال بتاعي فيه كام ستيت؟ 3 ستيت ممكن نقفل المايكات ولما نيجي نتكلم بس نفتح المثال ده كيو 0 مع كيو 2 باش مهندسة هند تاني كيو 0 مع كيو 2 accepting ولا لا سوري distinguishable ولا لا معلش يا دكتور في المثال اللي فات احنا هنحطهم الاثنين في ستيت واحده مش كده وهنحط نفس الانبوت عليهم لا سميها اي اسم ثاني انا سميتها كيو 01 عشان ابين ان ده لما عملت ميرج لزيرو مع 1 مع بعض بس اديها اي اسم ثاني مش هيجرى حاجه تمام بس مهندسه هند كيو 0 مع كيو 2 ابسلون distinguishable by epsilon عشان وحدهم عشان ده non accepting وده accepting صح q1 و q2 برضو epsilon جميل جدا بس مهندسة دعاء q0 و q3 epsilon برضو صح طيب q1 و q3 بس مهندسة دعاء epsilon برضو ماشي جميل بس معلش هنا لحظة نعم. هي مش Q1 أصلا أنا ممكن أحذفها لأن أنا مش بروح لها من خلال الإنبوت مين قال؟ أنا ممكن أشيلها بالطريقة اللي فاتت مين قال يا فندم؟ أنت بتروحي لها أهو سوري ما شفتش السهم ده تمام ماشي ماشي أوكي بس مهندسة داليا Q0 وQ1 المرة دي جت معاك أنت Q0 وQ1 دول مش مختلفين تعالى نطبق طبقي صفر من عند كيو 0 يوديك لكيو 2 ايه بس و0 من عند كيو 1 يوديك لمين؟ هل كيو 2 وكيو 3 هل واحد احدهم اكسبتنج والتاني نون اكسبتنج؟ لا ايه ده؟ طب جرب الانبوت التاني Q0 و Q1 مع input 1 مع input 1 من Q0 يروح ل Q3 ومن Q1 بيروح ل Q3 برضه لا ده لوحده كارثه ما ينفعش اعمل distinguish بيه عشان اساسا الاثنين بيروح نفس المكان ارجع للي فوق بقى يا Q0 و Q1 هل انتوا بتروحوا مع نفس الانبوت صفر لكيو 2 كيو 3 هل كيو 2 كيو 3 انا عارف انها ديستنكشبل وبالتالي اقول انا كمان ديستنكشبل ولا لسه اساسا ما درستهاش؟ لسه ما درستهاش؟ فتعالى ندرسها بقى ويبقى نفس الديسيجن هنا هو نفس الديسيجن هنا هينتقل
طيب تعال ندرسها، ندرس Q2 مع Q3، Q2 مع Q3 الاثنين accepting state، فما ينفعش اقول distinguish by epsilon عشان الاثنين accepting state، الاثنين هيكسبتوا. فتعالى بقى نطبق الانبوت الاولاني اللي هو صفر عند الاثنين. Q2 لما يجي له صفر بيروح لمين؟ بيروح لل Q0. صح. لا بيروح. صح. و Q3 Q1. هل احدهم accepting والتاني مش accepting؟ لا. طب هل حضرتك عارف الديسيجن هنا كان distinguish ولا لا؟ مش Q0 وQ1 احنا درسناها قبل كده يا جماعه؟ اه لسه اللي فوقيها. اه بس برضو ما كنتش عارف هناك ايه ده؟ يعني 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 بصوا شوفوا شوفوا اللعبه، Q1 Q0 بتعتمد على Q2 Q3 وQ3 Q2 بتعتمد على Q0 Q1. ايه ده؟ طب اصبر كده نشوف الانبوت الثاني، يعني حتى الان ما فيش ديسيجن. طب نشوف الانبوت الثاني Q2 مع Q3، لما الانبوت بواحد Q2 بيروح فين؟ Q0. طب والQ3 بيروح فين؟ Q1. بيروح لنفس المكان اللي انا بعتمد عليه اساسا هو بيعتمد عليا، يبقى مفيش ديسيجن هناك صح؟ يبقى الاثنين دول يا جماعه في الحاله ديت ما دام مفيش ديسيجن صريح يبقى ده اندستنجبل وده اندستنجبل. حضرتك هتعمل ايه بقى؟ البير الاولاني الاندستنجبل ده تاخده مع بعضه تعمل له ستيت واحده، والبير الثاني الاندستنجبل ده تاخده مع بعضه تعمل له ستيت واحده، وبالتالي المسألة بتاعتي هتبقى بالشكل ده، كله distinguishable ما عدا التو بيرز دول، ده indistinguishable ده indistinguishable. هتعمل ميرج للاثنين دول مع بعض تعمل لي ستيت واحدة تسميها Q01، وميرج للتو ستيتس دول مع بعض تعمل لي ستيت تسميها Q23. يطلع من هنا قيمة صفر أو صفر وواحد، ويرجع تاني صفر وواحد يرجعني تاني. يبقى إذن الشكل المينيمال اهوت للدي اف اي دي بتحتوي على كام ستيت؟ على تو ستيت. حلو الكلام؟ الدنيا سهله؟ تمام. فالرولز يا جماعه عشان اشوف الديستنكشبيلتي او الاندستنكشبيلتي، لو انا عندي تو ستيتس واحد نورمال وواحد اكسبتنج فدول ديستنكشبل باي ايبسلون وما تكملش. طيب لو انا عندي تو ستيتس Q2 وQ2 داش مع نفس الانبوت بيروحوا ل Q1 وQ1 داش وQ1 داش، في الحاله دي ما تقولش indistinguishable، لا هتستنى وتشوف. لو ده كان distinguishable يبقى ده زيه، لو ده كان indistinguishable يبقى ده غالبا هيبقى زيه، بس ابص على الانبوت الثاني الاول. ماشي يا جماعه؟ يبقى احنا هنعمل مارك لكل لكل الديستنكشبل بيرز، والبير اللي مش هنعمل له مارك هيبقى هو اندستنكشبل، واعمل له ميرج مع بعض يبقى انا كده عملت المينيمايزيشن بتاعتي. فتعالى نعمل مثال زي ده. المثال ده حضرتك ده كله اكسسبل، ايوه كله اكسسبل ما فيهاش مشكله. عايز تدرس بيرز كتير مع بعضها علشان ما تلخبطش نفسك وتعرف هتدرس ايه، ممكن تعملها بشكل مثلث زي كده، ترص كل الستيتس من الاول للاخر ما عدا الاخيره. يعني هرص كيو ايبسلون كيو 0 كيو 1 كيو 0 0 كيو 0 1 كيو 1 0 وهسيب الكيو 1 1 مش هرصها في الافقي، هروح ابدا بيها في الراسي وارجع بالراجع واهمل الاخيره. فهرص في الرأسي وانا راجع ارص Q11 Q10 Q01 Q00 Q1 Q0 ومش هرص كيو ايبسلون، واعمل التقاطعات ديت، وبالتالي هم دول البيرز اللي انا محتاج ادرسهم. بس لو حضرتك مش عايز تعمل كده وعايز تكتبهم بايدك مفيش ادنى مشكله، صح برضه؟
انا بس عملت الشكل اللي قدامكم ده علشان اوجد البيرز اللي انا عايز ادرسها. وعايز اسالكم سؤال، مين اكسبتنج ومين مش اكسبتنج هنا؟ الكيو 11 دي اكسبتنج صح؟ والباقي مش اكسبتنج صح؟ يبقى علم على كل البيرز اللي فيها كيو 11 عشان دي اكسبتنج مع النورمال ستيتس علشان دول بديستنجوش ليهم باي ايه؟ ابسلون. بس يبقى انا اوجدت جزء كبير اهو من الستيتس. وبعد كده روح على كل بير وادرسه على حده. فانا هعمل الشكل ده يا جماعه دلوقتي، هقول له كيو 1 از ديستنجبل فروم اول اذر ستيتس عشان كيو 11 هي الاكسبتنج ستيت والباقي نون اكسبتنج. وبعد كده اروح لكل بير على حده كيو ابسلون وكيو 0 دول مع بعض. لو تلاحظ واحد واحد يخلينا اكسبت، وهنا واحد واحد مش هيخلينا اكسبت، يبقى ديستنجشبل مع بعض. اه الكلام ده تعرف تعمله بعينيك، انما بالكمبيوتر، الكمبيوتر لا، الكمبيوتر عنده انبوت وحيد، انبوت واحد يوديك فين، انبوت صفر يوديك فين. فاحنا عايزين نعلم الكمبيوتر طريقه انه يقدر يعمل مينيمايزيشن، يعني يبقى هبص على ايه؟ على سنجل انبوت فقط لا غير. يبقى احنا قبل كده يا جماعه كنا بنبص على سترنج كامله عشان احنا بني ادمين وبنعرف نشوف الكلام ده، انما الكمبيوتر هيبص على سنجل انبوت، يبقى هفرق بسنجل انبوت بس. حلو الكلام؟ كيو ابسلون وكيو 0 مالهم؟ ادي كيو 0 كيو ابسلون اللي هو المكان ده، اعلمه ولا لا؟ اصبر اصبر. بالنسبه للانبوت صفر بيروحوا فين؟ كيو ابسلون كيو 0 بالنسبه للانبوت 0 بيروح فين يا جماعه؟ كيو ابسلون بيروح لكيو 0 وكيو 0 بيروح لكيو 00، فهيروح لمكان اسمه كيو 0 كيو 00. واسال نفسي سؤال، هو المكان ده ديستنجبل عشان ابقى زيه ديستنجبل ولا لسه ما اتكررش؟ لسه مش عارف حاجه هناك صح؟ خلاص اركنها وابقى عارف ان دي بتعتمد على دي. طب روح ادرس بالنسبه للانبوت 1، بالنسبه للانبوت 1 كيو ابسلون يروح لكيو 1 وكيو 0 هيروح لكيو 01، يبقى هروح للمكان اللي اسمه كيو 1 كيو 01. هل انا عارف ديسيجن هناك انقله ولا مش عارف؟ يس. اقول ان انا indistinguishable ولا استنى يمكن الاماكن اللي انا ما درستهاش دي تبقى distinguishable؟ استنى ما تقولش indistinguishable غير في الاخر خالص. فقلت ان المكان ده بيعتمد على احد، على قيمه من المكانين دول، اصبر لحد ما تعرفه. ف اصبر وهات القيمه اللي بعدها ادرسها كيو 1 و كيو ابسلون مع صفر بيروحوا للسكوير اللي لسه ما اتدرسش ده، ومع واحد بيروحوا بص فين؟ بيروحوا لسكوير. انت عارف ان الديسيجن هناك ديستنجبل، يبقى انت كمان ديستنجبل زيه. انقل يا باشا يبقى انت كمان ديستنجبل زيه. حلو الكلام؟ فحضرتك هتمشي على السكويرز كلها تشوف الانبوت الاولاني بتوديني لانهي سكوير، هل في ديسيجن هناك انقله ولا لسه ما اتدرسش؟ الانبوت الثاني في ديسيجن هناك انقله ولا لسه ما اتدرسش؟ وبعدين هتلف عليهم كلهم ماشي، وبعدين الاماكن اللي فاضيه دي اقول عليها indistinguishable ولا لا؟ لا اصبر، حضرتك كده مشيت عليهم وان شوت، امشي عليهم كمان شوت وانقل بقى. لو تلاحظ كان في هنا اهوت، هرسمها ايوه اهي، دي بتعتمد على ده وعلى ده. ودول سامها، وبعد كده هتبقى ديستنجشبل اهي. المفروض اروح اعمل سكان كمان مره واشوف لو في ديسيجن هنقله تاني لفوق ولا لا. يبقى اذا دلوقتي يا جماعه هبص على البيرز تاني كمان مره، او انت تكون حاططها في دماغك، الكمبيوتر ما بيعرفش يحط في دماغه، فهيبص على البيرز كمان مره. ده كان بيعتمد على ده وده، المكانين دول ما فيش قيم هنا، يبقى ده indistinguishable. لو واحد تاني مثلا ده بيعتمد على ده وده، المكانين دول ما فيهمش، يبقى ده indistinguishable and so on.
يبقى اذا دلوقتي لو في ديسيجن هنقله اروح اعمل سكان كمان مره، لو مفيش ديسيجن هنقله في السكان الثاني يبقى ده خلاص الفاينل، الفاينل ايم بتاعي الكيو 0 مع الكيو ايبسلون، يبقى كيو 0 وكيو ايبسلون ومعاهم كمان مين؟ الكيو 0 1 كيو 1 0 ومعاهم كمان مين؟ الكيو 0 0. ايه ده؟ ده دول كلهم هيبقوا جروب واحد احطهم مع بعض في نفس المكان. وبعدين قال لك بص كمان هنا الكيو 0 0 مع كيو 1 0 مع كيو 0. لا ما دي هي هيها اللي انا لسه دارسها حالا، خلاص روح شوف اللي بعدها. حضرتك هتعمل ايه؟ الكيو 0 1 دي جديده مع الكيو 1، كيو 0 1 مع الكيو 1، يبقى ادي مجموعه وادي مجموعه. وهنا المجموعه الاخيره اللي انا لسه ما درستهاش هي عباره عن كيو 1 0 مع كيو 0 0، دي موجوده اهي الحمد لله ما تدرسهاش تاني. يبقى جاست انك هتضم كيو 0 وكيو 1 مع بعض في مجموعه، وكيو 0 0 وكيو 0 وكيو ابسلون وكيو 1 0 في مجموعه، والكيو 1 1 بقى دي من حضرتك ما جبتش اهميتها عشان دي ديستنجبل مع الناس كلها. يبقى اذا هيبقى عندك 3 ستيتس يا جماعه. المجموعه الاولى اهيت، ادي المجموعه الاولى اللي انا لسه قايل عليها، المجموعه الثانيه اهيت اللي هي دي، وده الستيت الثالثه. اروح اوصل بينهم بقى بالشكل المعهود على زي ما الترو ستيبل او زي ما الفانكشن تيبل بتقول، وهيبقى عندي المينيمال في ريسيت يا جماعه. اوكي يبقى دي اف ايه المينيمال دي اف ايه هيبقى هو الشكل ده. ممكن حضراتكم بقى تبقوا تشوفوا الامثله اللي بعد كده لوحدكم وتشوفوا هل ده مينيمال ولا لا. وبكده اكون انا خلصت المينيمايزيشن.